بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بسرعة ونتكلم عن الكي بي اي او معهد الكي بي اي. معهد الكي بي اي هو احد المعاهد اللي من اهم المعاهد في مجال مؤشرات الاداء الرئيسية. وبنقول المؤشرات الاداء الرئيسية كل الناس تعرفها وكل الناس اتعاملت بيها، وهنوضح ده النهارده. وان المشكلة بس ان الناس ما بتعرفش الاختصارات، ويقول لك كي بي اي، في ناس تحس ان هي حاجه جامده. ولا لا عادي، ده انت كل حياتك مستحيل تستغني عن الكي بي اي. معهد الكي بي اي او معهد مؤشرات الاداء موجود في استراليا، وهو خلي بالكم يا جماعه ان هو موجود في المنطقه العربيه بصوره كبيره قوي. المركز الرئيسي له في المنطقه بتاعتنا هو دبي، وبيعمل دورات كتيره. للاسف الدورات اللي بيعملها المعهد بتبقى غاليه شويه، يعني بتصل الدوره مثلا في الخليج ل 3000 دولار و4000 دولار، اللي هي بتبقى اللي هي عشان تبقى كي بي اي بروفيشنال. في مصر ممكن توصل ل 1000 و1200 على حسب النقطه دي، وممكن اونلاين بتبقى اقل من كده شويه، يعني تحط 800 دولار. طيب الدوره بتاعتهم بشكلها ايه؟ بيبقى عباره عن بعض الاستبيانات بتكتبها قبل الدوره، بعد كده بتحضر الدوره حوالي 3 ايام او على النت 4 ايام تقريبا. بعدها بتقدم مجموعه من البرزنتيشنز والانيشيتيفز، يعني المبادرات، يعني بتعمل زي مشروع يعني، او مجموعه اساينمنتس واجبات او بروجكت بتعمله، بتطبق فيه الشغل بتاعك اللي انت درسته في الكورس على شغلك او على طبيعه عملك. ده بالنسبه لمعهد الكي بي اي اللي هو انشئ سنه 2004. هم نفسهم بيعترفوا ان هم كعلم او كتوبيك يعني ما وصلش للنضج بتاع مثلا علم اداره المشروعات او معهد كبير زي معهد البي ام اي. عندهم مجله جميله اسمها البرفورمانس ميجرمنت، ممكن احط لكم بعض الروابط للمجلات دي. من مميزات لما حد ياخد معاهم الدوره بيديك مكتبه قويه جدا فيها مجموعه فيديوهات ومجموعه ويبنارز والى اخره. هم لهم قناه برضو على اليوتيوب ممكن تتابعها. وعايزين نقول برضو ان احنا الدوره بتاعتنا لا غير مؤهله خالص لامتحان الكي بي اي. هم ليهم دوراتهم اللي بينظموها، وفي الاخر بتدخل الامتحان وبتقدم المشروع بتاعك علشان تبقى معتمد ككي بي اي بروفيشنال. لكن خلونا نقول في الاخر احنا بنتكلم عن علم، العلم هو الاهم. عايز تاخد شهاده تزين بيها العلم زي الفل، لكن مش عايز حد دايما يبحث عن الشهادات. والله يا جماعه الشهاده دي ولا يعني مش مضمون، يعني ما تقعدش يعني القصه كلها ان انا معايا شهاده، القصه كلها لا، ده ماشي، ده شيء جميل، شيء بيزينك، شيء يعني بيكملك، لكن ما في الاخر ما تقولش ان هو ده الاصل، وان انا دايما كده اول ما احضر اي ميتنج عايز اخد شهاده. بالراحه بمر الشهادات دي، ويعني في الاخر ما بتفرقش الا إذا كان الواحد نفسه متأسس وعنده خبرات، وهي دي الأهم. ندخل بسرعة كده بسم الله الرحمن الرحيم على أهداف الدورة. الدورة ليها 6 أهداف. أول حاجة هنتكلم عليها هي أهمية أو هدفنا من الدورة دي، إن إحنا ندرك أهمية قياس الأداء في علم الإدارة. بيتر دراكر عالم من العلماء قال كلمة جميلة أوي. قال لك if you can't measure it you can't manage it، يعني لو مش هتعرف تقيسها عمرك ما تعرف تديرها اي حاجه في الحياه. فلذلك قياس الاداء له اهميه كبيره جدا 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 في علم الاداره. انت عايز تدير، يبقى انت محتاج الاول انك تبدا تقيس الاداء. فاحنا النهارده يا جماعه الكورس بتاعنا هو كورس في علم الاداره. ماشي كده، جزاك الله خير. يبقى اول هدف من اهدافنا في الكورس هو اهميه قياس الاداء في علم الاداره. الهدف الثاني ان احنا نلقي الضوء على معوقات قياس الاداء. احنا النهارده في شغلنا في الوطن العربي عارفين ما نعانيه من في الاداره بصفه عامه. اذا كان يعني اللي احنا بنعمله ده يسمى اداره. فعندك مجموعه معوقات لازم نلقي عليها الضوء علشان نعرف فين المشكله اصلا في موضوع قياس الاداء. احيانا بيبقى عندنا تقارير وي 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 وي، في الاخر مفيش يعني مفيش اكشن، مفيش قرارات، مفيش اصلاح. يبقى عايزين نشوف ايه المعوقات اللي ادت الى ان قياس الاداء ما بياخدش الاهتمام بتاعه. نعرف يعني ايه مؤشر الاداء الرئيسي. انا عايزك تطلع من الكورس وانت عارف يعني ايه مؤشر اداء رئيسي.
هنفرق ما بينه وما بين حاجه اسمها المقاييس او اي بيانات عاديه، انك تعرف يعني ايه مؤشر اداء، وكمان مؤشر اداء رئيسي يعني بيشكل وبيحقق هدف من الاهداف، هدف من الاهداف الدوره بتاعتنا. علشان اختار مؤشر اداء لازم ندرك ايه هي خطوات اختيار مؤشر اداء ده من اهداف الدوره عندنا. القصه مش ان انا ادخل لك على كي بي اي لايبرري، يعني مكتبه للكي بي اي، واقول والله هات لنا شويه كي بي ايز علشان احنا مثلا مصنع بلاستيك، يلا يا عم خد الكي بي ايز دي اشتغل بيها. ده كلام غلط، ده بيسميه كي بي اي اون شيلف. يعني ايه كي بي اي اون شيلف؟ يعني انت بتجيب حاجه من الدرج. ده كلام غلط، ليه؟ لان كل مؤسسه من المؤسسات ليها اهدافها، فلذلك عايزين نعرف ايه هي الخطوات بتاعت اختيار مؤشر الاداء. من اهداف الدوره اللي هناخدها التمثيل البياني للمؤشرات. التمثيل البياني للمؤشرات ازاي بقى الداشبورد، وازاي بنعرض البيانات، وايه المحاذير في عرض البيانات، وايه الحاجات اللي احنا نعرضها قواعد بيانات. هنتعرف على حاجه مهمه قوي اسمها ايه، بطاقات الاداء المتوازن، او ما يسمى بالبالانس سكور كارد. دي من اهداف الدوره بتاعتنا. نتكلم على محتوى الدوره، دي الاهداف يعني عايزك توصل ليه. الدوره هنتكلم عن استخدامات الكي بي اي في كل مناحي الحياه، ومنه هيتضح ايه هي الفئه المستهدفه، اهميه مؤشرات الاداء الرئيسيه في الاداره، معوقات قياس الاداء، رقم اربعه اي حد يقراها لي، ما اعرفش المؤشر جاي هنا، عايز اوديك حاجه. شجرة العائلة لمؤشرات الأداء الرئيسية، المؤشر الأداء أو الكي بي أي بيحقق أهداف اللي هي الأوبجيكتيفز، والأوبجيكتيف دي جزء من الاستراتيجي. هنبدأ نشوف إيه الشجرة بتاعتنا من أول المؤسسة فوق لغاية ما نوصل للكي بي أي أو مؤشرات الأداء الرئيسية، وهل يا ترى في بعد الكي بي أيز في حاجة تانية؟ ده إحنا هناخده مع بعض في الكورس. الفرق بين المتريكس والكي بي أيز أو المقياس ومؤشر الأداء الرئيسي، هو فرق بسيط ان انا بقول على حاجه مقياس، يعني رقم لا يقدم ولا بيحقق اهدافي، انما مؤشر اداء رئيسي لا ده بيحقق الاهداف. ايه هي اهم التحديات في قياس الاداء؟ بطاقه الكي بي اي ومكوناتها، في حاجه اسمها الكي بي اي تمبلت فورم، يا ترى اي مؤشر اداء ايه المعلومات اللي انا بقى محتاجها؟ انواع مؤشرات الاداء الرئيسيه الكي بي اي تايبس، النموذج المنطقي او اللوجيك موديل ده هنتكلم عليه في الكورس برضه، بطاقات الاداء المتوازن بالانس سكور كارد، هنتكلم عن الخرائط الاستراتيجيه او الاستراتيجيك ماب وازاي الاهداف فيها بتكون بتتحقق، الخطوات اختيار المؤشر، تحديد مؤشرات المنظمه، تمثيل بياني الداشبورد، ثم اخر حاجه نظام الاو كي ار او الاوبجيكتيف اند كي ريزلت، وازاي ان هو اصبح بديل لنظام الكي بي اي، ان شاء الله ناخده في اخر محاضره ونتكلم عنه. منهجيه الدوره، يعني احنا لازم نتفق مع بعض كده احنا هنعمل ايه. اول حاجه ان الدوره اداريه وليست هندسيه. طبعا احنا كلنا عارفين ان اللي بياخد بي ام بي مهندس، والكي بي اي برضه مهندس. في حد هنا مش مهندس؟ ممكن يتكلم، اللي مش مهندس يتكلم. وثانية بس مش مهندس عشان افتح لهم الصوت بحيث انه يتكلم، ولا ممكن نستعمل اللي هي الجرين تشيك والنوت تشيك؟ تمام، يرفع ايده. هو فين الشات هندسه؟ مش عارف الشات فين. الشات هو هنا مش بيظهر لحضرتك الا اذا ظهرت من فوق، في شريط فوق كده. في اربعه، في ثلاثه رفعوا ايديهم. تمام. ممكن حد تتشاور لحد يتكلم؟ نسمع حد. ايوه اتفضل يا باشا. ايوه معاك خالد الزهداني، انا بشتغل في الهيئه العامه للاستثمار ومحاسب خريج تجاره يعني، ومعايا ماجستير في اداره الاعمال، ومش مش مهندس خالص، وشغال في هيئه استثمار. تمام. مش جاي وقلقان ان الدوره تكون بتتكلم في الهندسه وكده؟ الكي بي ايز مالوش علاقه بالهندسه قوي، لان احنا كل الجهات
يعني كل الجهات المحترمه بتبقى لازم ليها مؤشرات قياس اداء، فاحنا عندنا جزء منه، احنا عندنا واخدين ايزو وعندنا جزء تمام منه بنطبقه. فانا كنت عايز اشوف فعلا في حاجه جديده ثانيه بقى نكملها. يعني احنا عندنا ايزو 9001 اللي هي بتاعت الكيس تمام وبنطبق فيها مؤشرات اداء، بس تمام ان شاء الله عايزين ناخدها نستفيد من بشكل علمي حضرتك، ان شويه شاء الله ان شاء نستفيد الله. من حضرتك، ان شاء الله شكرا نستفيد من حضرتك، يعني شكرا نستفيد من حضرتك ان شاء الله. بإذن الله. شكرا. طيب حد تاني؟ نسمع حد تاني؟ باشمهندس أو أيوه، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام، تفضل. نظرار محمد نعمان من اليمن. أهلا وسهلا. الله يهيك، أنا شغال في السعودية مدير مكتب إدارة استثمار. أهلا وسهلا تفضل، ما شاء الله. الله، تخصصي كيمياء ولكن أنا شغال في المجلة. تبع الرؤية بقى، مكتب تحليل الرؤية ولا؟ لا لا، مكتب إدارة الاستراتيجية والجودة. تمام، أنا ما مدير شاء الله، المكتب. شرفتنا يا فندم، ربنا يكرمك. الله، إن شاء الله. طيب تمام. طيب نستكمل مع بعض، يبقى احنا خلاص عرفنا أول حاجة أهو الدورة يا جماعة الإدارية، كل الناس كلها، وهنشوف إيه الناس كلها. هنستعمل العربي والإنجليش، طب ليه العربي وليه الإنجليش؟ ده كده هتوهنا. لا، العربي علشان إحنا عرب، وناس كتير ممكن بتشتكي من الإنجليش. وفي نفس الوقت عايزين نعرف بعض المصطلحات، علشان ما نبقاش يعني العلم ده، عشان نتكلم علم الاداره هو علم دايما علم الناس اللي هم اوروبا وامريكا هم الاقوى فيه، فانت علشان تقدر تجاريهم محتاج تقرا كتبهم، فالكتب بتاعتهم بالانجلش ومصطلحاتهم بالانجلش، فهنحاول نوازن بالاثنين علشان نرضي كل الجمهور ان شاء الله. الفهم والتطبيق، كل حاجه هنحاول نفهمها ونطبقها. برضو النقطة الثانية، التطبيق هيكون في مجالات متعددة، يعني ممكن هتلاقي مثال من كول سنتر، مثال من مستشفى، مثال من مصنع، مثال من فهنحاول نغطي معظم المجالات على قد ما نقدر. الحتة نقطة مهمة، نجاح الدورة مرتبط بتفاعل المتدربين. يعني النهاردة لما أنا هديك أساينمنت، نجاح الدورة هو الإبداع بتاعك في إن أنا تاخد أساينمنت معين وتبدأ تشتغل عليه. النهارده هنتكلم عن اربع حاجات، عن مجالات استخدام الكي بي اي، تعريف مؤشر الاداء الرئيسي، اهميه مؤشرات الاداء الرئيسيه، ايه هي مشاكل قياسات الاداء. اول نقطه، مجالات استخدام او استخدامات الكي بي اي. معلش الناس اللي عندها يعني ماتيوريتي اكتر شويه ممكن يحسوا ان انا بتكلم في كلام بسيط، لكن عايز اقول ان ممكن يكون واحد اول مره يسمع الموضوع فيكون مستعظم الامر. فتيجي نشوف مع بعض ايه بقى المجالات بتاع الاستخدامات. لو واحد شغال في مستشفى زي دي او المستشفى، هل ليها كي بي ايز؟ طيب مين يقول لي ايه الكي بي ايز ممكن تكون في مستشفى؟ مستشفى خاص مثلا. لو حد يرفع ايديه باشمهندس ممكن اي حد عايز يشارك يا جماعه ممكن يعمل رزق. النهارده انت بتمتلك مستشفى خاص. تمام، مهندس هاني اعتقد. هو اول حاجه ان انا لو في مستشفى خاص بشوف مؤشر اداء العاملين في المستشفى، مؤشر اداء جميل. الدكاتره نفسها اللي هي الناس الفني اللي هي تعتبر الجزء الفني او الجزء التكنيكال فيها. حاجه تانية تمام. كمان مؤشر مثلا اداء مثلا الاقسام نفسها، ان انا مثلا بشوف مثلا مؤشر اداء الصيدليات الدنيا فيها ماشيه ازاي، مؤشر اداء اللي هي العملية الإدارية نفسها ماشي إزاي، الحاجات بتتاخد في وقتها، دي كلها بتبقى مؤشرات. يعني الأدوية بتتاخد في وقتها، مواعيد العمليات، التنظيم في غرف العمليات نفسها بتبقى ماشية إزاي كده يعني. تمام، شايفين الناس دي قاعدة عاملة إيه؟ قاعدة الويتنج تايم، لما أجي المكان، درجة رضا العيانين أو البيشنتس نفسهم عن الدكاترة، كل دي عبارة عن مؤشرات أداء. المساحات الغرف نفسها هل هي مطابقه للمساحات؟ اتفضل يا فندم. ممكن ايضا المواصفات الموجوده داخل المبنى، يعني هل هو يتطابق مع مواصفات المستشفى او لا؟ ممكن كمان ممكن ايوه ممكن رضا اصحاب المصلحه، يعني اصحاب نفسه المستشفى هل هم راضيين فعلا عن العمل والاداء الموجود داخل المستشفى؟
كل ده اعتقد انه يبدا يتدرج من خلال اولا معرفه ايش الاهداف الاستراتيجيه الموجوده للهوسبيتال نفسه. صحيح تمام. الله ينور يا باشا، الله ينور. طيب المستشفى دي هيكون ليها يعني اربع جوانب، او هنبص على الجانب المالي، هنبص على جانب العملاء، هنبص على جميع البروسيس نفسها اللي بتدخل جواها، هنبص على نقطه الافراد او التطور المهني. كل دي هتطلع لي مجموعه كبيره جدا 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 من الكي بي ايز، لو اتحققت هتحقق لي كل الاهداف في الاستراتيجي. بروجكت زي ده، ده الحرم ده ولا ايه؟ او مشروع بناء زي ده، يا ترى ايه الكي بي ايز اللي هتكون موجوده جواها؟ كتير. هيكون في عن البروجرس بتاع المشروع، اختيار الخامات، اختيار المقاولين نفسهم، كل حاجه هبدا اعمل عليها كي بي ايز. الانفاق والكوست بتاع المشروع، التايمنج والسكيدجولنج بتاع البروجكت، الخامات نفسها ومدى مطابقتها، كل دي انا ممكن ابدا اشتغل واعمل عليها كي بي ايز كتيره في البروجكت مانجمنت. السيفتي، وما ادراك ما السيفتي؟ عامل السيفتي كنت اعتقد بتشوفوا الشركه تقول لك ايه محققه 8 مليون ساعه. شفتوا انتوا الارقام دي؟ ده في ارقام كده 8 مليون ساعه بدون حوادث. كم حادثه مثلا كبيره، كم حادثه صغيره، الفتره الزمنيه اللي بين كل حادثه وحادثه، ارتداء الناس بتوع السيفتي للوقايه، كل دي كي بي ايز ومؤشرات اداء. اي تي، ناس بتوع الاي تي، عدد البجز البروبلمز اللي هم تعرضوا لها في فتره معينه، وصول البيانات للعميل، رضا العميل عن شغلك، كم التغييرات اللي حصلت في الشغل، كل ده هيبقى كي بي ايز. محطه توليد كهرباء فيها بقى مجموعه كبيره جدا جدا من كي بي ايز، يعني لو قلنا مثلا محطه او ستيم باور بلانت، التخصص يعني اللي انا اشتغلت فيه، بيبقى عندنا حاجه اسمها معدلات استهلاك الوقود. يعني انا عشان اطلع ميجا وات ساعه او ميجا وات كهرباء، خدت كم طن مازوت او غاز على حسب الوقود المستهلك. طيب ولدت قد ايه كطاقه؟ اقصى حمل، الافيلابيلتي، هل انا كنت متاح طول الوقت ولا لا؟ شركه الكي بي ايز على 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 يعني على مستوى الشركات، شركه زي ابل، شركه من الشركات اللي انا ببدا احط الكي بي ايز بتاعتها، الخامات المهدره، المبيعات، الجوده، كل ده انا ببدا احط كي بي ايز على مستوى الشركات. وبكي بي ايز زي ما على مستوى الشركات برضو على مستوى الاقسام، كل قسم ممكن اعمل له الكي بي ايز بتاعته او مؤشرات الاداء الرئيسيه اللي بتحقق اهدافه، وكمان على مستوى الافراد. الشخص فينا عنده مجموعه احلام، يعني انت مثلا تقول والله انا في 2020 ان شاء الله بما اننا كلنا قاعدين في البيت، فانا هاخد 3 شهادات احترافيه. مش انت بتقول لنا ما بلاقي يعني الشهاده احترافيه؟ لا الشهاده الاحترافيه تكمله، بس طالما احنا قاعدين في البيت بقى وكورونا وكده، فنعمل ايه؟ نشتغل بقى. اعرف ناس كتير في فتره الكورونا كانوا بياخدوا كورسات كتير قوي، واستغلوا هذه الفترة أكبر استغلال. فأنت تقدر تعيس مؤشرات أدائك كفرد. يبقى هنا النهاردة الكي بي آيز يبقى على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الإدارات وعلى مستوى الأفراد. يا باشا أنا مع جمعية رسالة أو جمعية خيرية أو اللي هو بيسموها نون جفرمنت أوثوريتي أو نون بروفيت أورجانيزيشن، هي منظمات غير هادفه للربح. ماشي يا جماعه، منظمات غير هادفه للربح، هل دي ليها كي بي ايز؟ طبعا ليها كي بي ايز. عدد المبادرات اللي عملناها، كل صرفنا كام في كل يعني في كل مبادره او شغل موجود، قدرنا نطلع كام للايتام، كام واحد استفاد من البروجكتس بتاعتنا، كل ده. يبقى اذا اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه ان كل مؤشرات الحياه، كل مؤشرات الحياه وكل مجالات الحياه لازم بيكون فيها كي بي ايز. فما عندناش فئه مستهدفه، الناس كلها هي الفئه المستهدفه بتاعتي. شانس عمرو، ممكن حد كان رافع ايده، اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله كل خير يا باشمهندس. انا بس كان ليا سؤال توضيحي مش اكتر. هو الكي بي اي عباره عن جايد لاينز للشركات والمؤسسات اللي مش عارفينها، ولا مجرد انها مؤشرات او فيدباكس بتتاخد عن طريق البروجرس بتاع الشركه او المنظمه او المشروع، ويتم بناء عليها تقييم الشركه دي ك الكافيشنسي مثلا هتبقى كويسه ولا لا، يعني مستواها دي في السوق او الشغل بتاعها، حتى مش بالشرط في السوق كسوق، يعني بتكلم ان هو في الشركه ممكن تكون على مستوى العاملين داخلها كمان، يعني مستوى الشركه من جوه الناس مع الموظفين بتوعها، مش شرط بس ما بينها وما بين الشركات اللي موجوده معاها في السوق. فهل هي كده جايد لاينز ولا مجرد ان هي مؤشرات فيدباكس تتاخد بيها يعني؟ تمام. هي باشا هي مش جايد لاينز، هو انا عندي اهداف رئيسيه واهداف فرعيه. فالكي بي ايز دي عباره عن ايه؟ انا حققت نسبه كام من الاهداف، عملت مؤشرات الاداء بتاعتي، انا واصل فين؟ انا مفروض اسافر من القاهره لاسكندريه، وانا مسافر عايز استهلك اقل بنزين واشرب اقل ميه، ادي اهدافي وانا مسافر، واستمتع بالطريق. وانت ماشي في الطريق بقى اجي اقابلك في نص السكه، اخبارك ايه يا باشمهندس؟ استهلكت بنزين قد ايه؟ كان المفروض تستهلك بنزين قد كده واستهلكت قد كده، ادي مؤشر اداء. كان معاك 3 ازايز ميه، شريت منهم كام؟ اذا يا جماعه هي مش جايد لاينز، لا هي عباره عن بقيس مدى وصولك او تحقيقك للهدف. ندخل بقى نتكلم على الكلام اللي باشمهندس دخلنا فيه دلوقتي. اتفضل يا باشمهندس درار. باشمهندس درار بالاضافه للكلام اللي قلته يا باشمهندس، بس علشان اوضح للجميع، الكي بي اي هي اساسها كيف استطيع ان انا احول كل اعمال الشركه او المؤسسه او المكان اللي نشغل فيه الى ارقام، من خلال الارقام استطيع ان انا اعرف فين وصلت وفين انا كنت مستهدف اوصل اليه. بالضبط، يعني بالاخر احول النصوص والكلمات والملفات والشغل ده كله الى رقم، الى رقم صحيح. اعرف انا هتقدم الهدف بتاعي او وصلت لكل فين. تمام. طيب تعريف مؤشر الاداء الرئيسي، احنا بنقول ان هو ايه؟ مؤشر اداء رئيسي. اول نقطه الباشمهندس قالها لنا او الدكتور قالها لنا، تعبير قياسي يعني رقم، وده معناه مؤشر. طب تعبير قياسي ليه؟ لتحقيق المستوى المطلوب من النتائج، ده اداء. في مساحه متعلقه بنشاط الكيان، يعني ايه مساحه متعلقه؟ هو طبعا الترجمه الانجليش للعربي يعني مش كويس شويه. المهم اللي انا عايز اقول لك عليه، مؤشر اداء رئيسي يعني انا بعد تعبير قياسي رقمي جميل، انا حققت قد ايه من المطلوب، كان المفروض اعمل كذا ووصلت له. طب بس خلي بالك لازم تكون متعلقه بنشاط الكيان، لازم تكون حاجه ما وانا ماشي كمؤسسه، الكيان هنا يعني انتيتي او مؤسسه او اداره او شخص. المؤسسه ليها مجموعه انشطه، الانشطه دي انت حققت فيها قد ايه؟ ما قايسلكش حاجه مش مهمه بالنسبه لك، حتى بنقول ان احنا حاجه اسمها الكي سكسس فاكتور او عوامل النجاح اللي هي الكريتيكال بالنسبه لنا او الكريتيكال سكسس فاكتور. انا لما اجي اقيس مؤشر اداء رئيسي لشيء مهم بالنسبه لك، يعني اضرب مثال، انت شركتك واحد يقول لك انا هطلع لك مؤشر اداء رئيسي، هو ايه؟ نسبه النساء العاملات في الشركه. سؤالي ده مؤشر اداء رئيسي؟ مين يرفع ايده؟ نسبة النساء العاملات في الشركة، هل ده مؤشر اداء رئيسي؟ يعني كم ست في القاعة معانا؟ ده مؤشر اداء رئيسي؟ طيب نشوف حد، في 4 رافعين ايدي، ممكن نشوف كده مين؟ اي حد اخترنا كده يا باشمهندس؟ بالنسبه للمؤشر احنا نبحث عن شيء نحتاجه، يعني نحتاجه فعلا للعمل، من خلاله نستطيع احنا نستفيد من الارقام اللي بتظهر من المؤشر. فاذا كان هذا الرقم ليس له اي فائده، انا ايش استفدت منه اصلا علشان احطه كمؤشر رئيسي؟
طيب تمام، في معنا حد رفع ايده من ستات؟ عشان نشوف كده نسبه النساء في ال... نسبه النساء ده هدف رئيسي. لو حد رفع ايده، لو ما فيش اخترنا اي حد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. لو كان الهدف من اهداف المنظمه او الشركه هو قياس عدد النساء الموجوده او المشاركه في العمل، هيكون كي بي ايز قياس عدد النساء، انما لو ما كانش فهو فعلا زي ما قال الاخ الفاضل في الاول، مش هيكون ليه هدف او مش هيكون ليه مغزى، وبالتالي هيبقى تمام. مش كي بي ايز. برافو عليك، تمام بالظبط كده، كلامهم الاثنين زي الفل. طيب تمام. صح كده؟ هل انا ما ممكن يكون عندي زي الدول مثلا بيبقى من اهداف الدوله زياده المشاركه المجتمعيه للمراه في مجال العمل؟ لو في لسه حد عايز يتكلم؟ فممكن بعد كده بعد الزياده المهندس احمد عاشور كده ممكن خليه يتكلم، اتفضل. هو بس اضغط على المايك يا باشمهندس. اضغط على المايك؟ طيب ماشي، ساعدنا ليك. هو اللي هيضغط على المايك عنده علشان انا بسمح له وهو ما بي يعني المشكله عنده هو. تمام. يبقى هنا. ايوه السلام عليكم. عايز اشغل، اتفضل. مين معايا؟ انا اعتقد ان مؤشر الاداء هيتوقف حسب نوع النشاط. اذا كان اللي بيمارس في المؤسسه دي يعتمد اعتماد رئيسي على العنصر النسائي فيعتبر العنصر النسائي ده بالنسبه لي كي بي اي، واذا كان النشاط لا يعتمد فاذا بالنسبه لي انا قياس الاداء على عدد النساء في المؤسسه غير مؤثر بالمره، لانه مش من ضمن اساسيات النشاط على ما اعتقد. جميل جميل جدا، الله ينور عليك. انت عملت حته مهمه قوي، حته المساحه المتعدده للنشاط. يعني مثلا نهز كلام ممتاز جدا جدا. النهارده لو احنا مثلا مصنع ملابس نسائيه، فانا يعني انا عندنا فكره ان كل النساء زادت كل ما ارتفع مستوى التصنيع بالنسبه لهم هيدوا لمسه جماليه في النقطه دي او في الموضوع ده. فهنا الصناعه نفسها والاندستري نفسها بقول ان هي كل ما زاد عدد الستات في المكان كل ما كان الشغل افضل وافضل. فيبقى هنا بالنسبه لي الاندستري نفسها خلت الموضوع ده هدف، وطالما كان بقى هدف اذا اصبح قياسه هيتطلب كي بي اي. يبقى اذا بتعبير اخر هو قياس مدى تحقيق الاهداف. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض ايه الصياغات العامه او ثلاث صياغات او صور مؤشرات الاداء الرئيسيه. أول صورة من صور مؤشرات الأداء الرئيسية هي النسبة المئوية. يا جماعة الكي بي آي بيظهر في ثلاث صور بس. الصورة الأولى هي صورة النسبة المئوية. النهاردة لو أنا عندي حاجة اسمها نسبة استغلال موارد البروجكت أو بروجكت ريسورس يوتيليزيشن، دي حاجة هي بقسم عدد الريسورس اللي أنا مستغلها على عدد الريسورس اللي موجوده في المكان، اذا هنا بيديني النسبه المئويه بتاعته. يبقى اول صيغه هي نسبه مئويه. تاني صيغه لاي كي بي اي هو عدد. لو انا عندي 20 تاسك في بروجكت او وات ايفر يعني سمول بروجكت، فقعدت في ال 20 تاسك دول 20 يوم، فعايز اعرف زمن التاسك الواحد قد ايه؟ فاقول والله ان هو 24 ساعه او يوم مثلا. يبقى هنا ده اسمه العدد. كده بقى اصبح عندي عدد. العدد ممكن يكون مرات، ممكن يكون ساعات يعني تايم، ممكن يكون قطع، عدد القطع اللي انتجت مثلا. فيبقى هنا متوسط الوقت لكل نشاط. ثالث صيغه من الصيغ هي ان الكي بي اي بيبقى فلوس. الناس اللي اشتغلت بي ام بي في عندنا بادجت اصليه، ولما اثناء المشروع عايزين نشوف والله الميزانيه او الموازنه بتاعت البروجكت الاستيميت ات كومبليشن، تقدير التكلفه عند الاكتمال قد ايه.
فمثلا كان في اول المشروع 500,000، بعد ما مشينا مثلا تلت المشروع فبيقول لك قدر لي بقى البروجكت قد ايه، فقلنا لا يبقى 600,000 او 700,000 على حسب الحاله بتاعتي. بدي له الثلاث صور لمؤشرات الاداء الرئيسيه. احنا قلنا ان مؤشر الاداء بيقيس اهداف. يا ترى يا هل ترى ايه الاهداف، او ازاي اعرف ان انا عندي هدف؟ يعني ما هي الصفات اللي ممكن تكون موجوده في الهدف؟ العلماء قال لك ان المفروض ان في خمس صفات وجمعوها في كلمه سمارت، وقال لك اسمها الاهداف الذكيه. الاهداف الذكيه او السمارت اوبجكتيفز. اول نقطه في الهدف، اي هدف انت عايزه في حياتك، ان هو يكون سبيسيفيك. معلش الترجمه هنا خالص، يكون محدد. سبيسيفيك يعني محدد. مثلا انت بتقول انا عايز اقلل العماله او اقلل مصاريف العماله. طب ده هدف؟ لا مش هدف. عايز تقللهم بنسبه كام؟ عايز تقللهم قد ايه؟ فاول حاجه سبيسيفيك يعني محدده. انت بتقول سبيسيفاي بتوصف، محدده كلمه خاصيه غلط، معلش بصلحها. يبقى سبيسيفيك محدده، انت هدفك تنزل قد ايه. رقم اتنين ميجرابل، مقاسه. انت بتقول انا كمهندس عايز ابقى احسن من زمايلي. طب نقيسها ازاي سيادتك؟ يعني نقيس ازاي؟ مستوى التعليم مثلا، خطه وزاره التربيه والتعليم، فاحنا بنقول احنا عايزين نتقدم. يعني ايه تتقدم؟ ممكن نبدا نقيس، نقول ايه؟ ان مثلا عدد الطلبه الحائزين على شهادات عالميه من وزارتنا كانوا السنة اللي فاتت 5، عايزين نخليهم 10. يتقاس ولا ما يتقاسش؟ عدد، العدد بسهولة يتقاس وسبيسيفيك متخصص. النقطة الثالثة اتشيفبل. يعني ايه اتشيفبل؟ يعني احققها، احققها. ما اختارش هدف ما اتحققش قبل كده وصعب تحقيقه. يعني مثلا انا اقول ان انا عايز ابقى اخد مثلا سباق ال 100 متر في 5 ثواني، ما تحققش اصلا وانت ما بتعرفش تحققه. او تقول اني اقلل النفقات للنص. ازاي يا عم تقلل النفقات للنص؟ امر صعب جدا. طب جميل، رياليستيك، واقعي. خلي بالك ممكن الهدف يكون اتحقق قبل كده، بس اتحقق امتى؟ قبل الكورونا. شركتك بتقول لك والله انا حققت ارباح مثلا مليون ريال سعودي. اتشيفه برا خلال عمالي. مليون ريال مقاس سبيسيفيك وميجرابل واتشيفبل لكنه غير واقعي. ليه؟ لانه لا يناسب ظروفنا دلوقتي. طيب ايه تاني؟ لازم يكون مؤقت، يعني تايم بيست. يعني انت بتحقق ده خلال 3 شهور، 6 شهور، سنة. دي الصفات الخمسة اللي موجودة عندنا. طيب تعالوا نبص على مجموعة اهداف ونشوف فين الهدف الذكي وفين ايه اللي بيفتقده هذا الهدف. عندنا الهدف الاولاني رفع كفاءة العمالة خلال فترة 6 شهور. مين بقى يجاوب لي على السؤال ده؟ هل هو هدف سمارت ولا مش سمارت؟ مين يرفع ايده؟ شوف يا باشمهندس كده اول واحد رفع ايده، انا ما بشوفش حد صح. يعني دايما حاول كده تشوف الاول اللي رفع ايده وايه تدي له ميكروفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرف حضرتك؟ المنصور ايد عبد المتجلد. مدير مصنع الموسى الابوله الاوتوماتيكيه في المملكه العربيه السعوديه.
اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا بسعادتك. هو بالنسبه لرفع كفاءه العماله خلال فتره 6 شهور ما يعتبرش هدف سمارت، لان في الاخر خالص حضرتك لما بنتكلم عن كفاءه العمال ما عرفناش اصلا كفاءه العمال عايز اعملها بنسبه قد ايه، عايز ارفعها بنسبه قد ايه. جميل، يبقى الاس مش موجوده سبيسيفيك. تمام، سبيسيفيك هو بالنسبه لنا مش محدد النسبه اللي كان اللي هي تايمبل موجوده بالنسبه لنا، ان هو عاملها سبيسيفيك بيريد موجوده مش ميجرابل، المفروض يقول لي عايز ارفعها بنسبه قد ايه. لا مش نقول يعني، لا يعني ايه معيار، ايه معيار الكفاءه اصلا، احنا مش عارفين ايه. فهو هو في الاول وفي الاخر ده مش سمارت، لانه مش مكتمل الاركان زي ما بيقول يعني، بيقال يعني هو مش سمارت لانه موجود محدد بتايم، انما مش محدد بفاليو اقدر ان انا اقيس عليه. تمام، الله ينور يا فندم، شاكرين لحضرتك. شكرا. طيب يبقى فعلا زي ما قال الباشمهندس كده ان هو ليس بهدف. ليه؟ هو لا سبيسيفيك، احنا مش عارفين اصلا، ولا ميجرابل، نقيسه ازاي مش عارفين هو يقاس ازاي. هو طبعا لو اتشيفبل ولا ريلستيك اصلا، هو كل اللي احنا شايفينه هو تايم بيست بس. طيب الثاني، مين يرفع ايده على تقليل متوسط تكلفه العامل بقسم التصميم بنسبه 25%؟ ايه ده؟ كلامك حلو اهو. ده ممكن اكيد يتحقق الاهداف. اتفضل. مهندس محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. مهندس محمد عمارة، مدير تشغيل بشركة جلف بيلدر. اهلا بحضرتك. اهلا. هو انا شايف ان البند رقم 2 بيحقق، لانه هو اول حاجة عارف عاوز يعمل ايه، تقليل التكلفة. تمام. والتارجت عنده نسبة 25%. ماشي. تمام كده. بس هي مشكلة البند هو اللي هي التايم بيز مش متحقق، يبقى كده مش متحقق. يبقى هو برضه مش هدف. صح. هي بحاجة واحدة تقول ان هي مش هدف. مظبوط. تمام. تمام. برافو عليك يا باشمهندس. طيب مين بقى زيادة المبيعات بفرع القاهرة 100,000 جنيه خلال الشهر؟ يلا مين يشوف ده هدف ولا لا؟ استاذ باشمهندس هاني. اول حاجه هو زياده المبيعات بفرع القاهره اول حاجه تطبق عليها اللي هي سبيسيفيك، هو فعلا حاجه محدده اللي هي حته المبيعات نفسها بفرع القاهره. الحاجه الثانيه ميجرابل، ان انا قلت له ان هي ب 100,000 جنيه ماشي، غير كده كمان هي محققه اتشيفبل ديت كده خلال شهر، وفي نفس الوقت برضك دي تايمبل ماشي، يعني تايم بيزد، وفي نفس الوقت برضك ممكن تحققها ودي حاجه واقعيه، فكده يبقى حقق 5 اهداف بتاعت اللي هي السمارت السمارت اوبجكت، يبقى دي كده سمارت اوبجكت. طبعا هندسه وانت بتتكلم كده واقف في الشركه، في واحد قال لك يا باشمهندس لا ده مش هدف ذكي. ليه بقى؟ ليه؟ واحد بقى بيقول لك كده عنده يعني هو عنده معلومات في الشركه بتقول ان هنا بقى ما هنا تعالى انا دلوقتي لو هبحث الحته بتاعت اذا كان هي اتشيفابول ولا لا، يعني اذا كانت ممكن تحققها ولا لا، يبقى ده كده بس كمان بالاضافه ممكن يكون متحققت بس مش واقعيه في الظروف اللي احنا فيها، ما نعرفش نزود المبيعات او هدف صعب جدا تحقيقه في هذا الوقت يعني. يعني تقصد حضرتك ان هي برضك معتمد على ظروف الشركه ولا يعني كده ما تقدرش؟ ايوه ايوه ظروف أيوة الحياه اللي احنا موجودين فيها، هدف مش واقعي يعني. انا النهارده في ظل ما كل الشركات بتحاول تثبت على المبيعات بتاعتها خلال فتره الكورونا حتى نتجاوز مثلا الفتره دي، انت بتقول لي ازود برقم كبير قوي، فالهدف بالنسبه لي مش رياليستيك. لا انا اللي انا اقصده هنا في السؤال هنا من نمره 3 ده كده يعتبر هدف ذكي ولا مش هدف؟ لا هو انا خلاص عدت دي، ان حضرتك جاوبت صح، هي هدف ذكي، بس انا بقول لحضرتك ان قد تكون ظروف الشركه اللي موجوده. تمام. تمام تمام. طيب يلا مين تاني يدخل معانا بقى في السؤال الرابع؟ رفع كفاءة محطة التوليد الكهربية بنسبة 50% خلال الربع الثالث من العام. باشمهندس محمود عادل. اتفضل يا باشمهندس محمود. وحضرتك بس ايوه تمام. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله باشمهندس محمود، اتفضل. اهلا بحضرتك. رفع كفاءة محطة التوليد بنسبة 50% مش مكتمل.
ليه؟ لان لازم اعرف ان ال 50% دي هل يمكن تحقيقها ولا لا، هل اتحققت قبل كده ولا لا، هل هي واقعيه ولا لا، فلازم بيانات وداتا اكتر من كده عشان اقدر ارد. يعني هو في بعض الاركان ولكن محتاجين داتا اكتر عشان نحدد هل هو تم تحقيقه قبل كده، هل كانت الظروف مماثله ولا الظروف مختلفه. وانا بقول لحضرتك مستحيل يتحقق الرقم ده، خيالي يعني في الغالب. محطات توليد ما ينفعش تزيد بنسبه 50% الا يعني، بس نحتاج داتا اكتر عشان نقدر ندي قرار اوضح. أكيد بس لو هي الكفاءه التصميميه بتاعتها كانت رقم معين 40% 35 45 على حسب هي ستيم باور بلانت او كومباوند، تمام كده او كده الرقم نفسه كبير. يعني الناس في الاندستري بتاعت الباور بلانت رقم نفسه كبير، الا بقى لو المحطه كانت متهالكه بقى وانا هعمل شغل تاني يعني. تمام يا فندم، الله ينور عليك يا باشمهندس. طيب انخفاض الحوادث في المشروع خلال عام، هل هو هدف ذكي ولا لا؟ لا مش اتفضل يا فندم. شنو الحوادث؟ مش سبيسيفيك. مين بيتكلم؟ باشمهندس صبري. هي كده مش سبيسيفيك، ان انخفاض الحوادث مش بحدد نوع الحوادث نفسها، هل هي حوادث عربيات ولا حوادث ايه بالظبط؟ ومش ميجرابل برضه. و التايم فريم متحدد لها تايم فريم، بس بس هي مش ميجرابل. بالظبط. تمام شكرا. طيب الاخر سؤال اهو، تقرير معدلات دوران العماله، هي عارفين مع التيرن اوفر ريت، الناس اللي بتيجي وتمشي تيجي وتمشي، دول نسبتهم قد ايه؟ عايزين نقللهم بنسبه 20% خلال 6 شهور، هل ده هدف ذكي او سمارت اوبجكتيف؟ باشمهندس ناس اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. حضرتك باشمهندسه ايناس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا شايف ان دوت سمارت لان متحقق فيه الشروط الخمسه اللي احنا قلناها، ان هو طبعا ريالتي وسبيسيفيك وميجرابل وتايم بيز، فانا شايفه انه متحقق فيه الخمس شروط اللي احنا قلناها بالظبط. تمام الله ينور عليك. تمام بالظبط كده. تمام الله ينور. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. شكرا بالظبط كده يا جماعه. تقليل معدلات او التيرن اوفر ريت او معدلات دوران العماله بنسبه 20% هو سبيسيفيك، عرفنا ان هو 20%. ميجرابول حاجه بتتقاس، ان انا كام واحد مشي وكام واحد موجود في المكان. اتشيفبل اعتقد رقم مش كبير يعني ممكن نقلله. رياليستيك بقى الحاجات دي النص نفسها اللي تقول لنا عليها، لكن في الاخر هي تايم بيست، فالطبيعي جدا ان ده يعتبر من الاهداف الذكيه. جميله. اذا احنا بنقيس الاهداف والهدف نفسه لابد ان هو يكون ذكي او سمارت اوبجكت. نتكلم عن القيمه التي يضيفها الكي بي ايز، او هو ايه الاهميه اللي موضوع الكي بي ايز ده؟ ايه القيمه اللي لما تكون في مكان او في مؤسسه بتضيف؟ اي حاجه يا جماعه في حياتنا لازم تبحث عن الفاليو ادد. النهارده وانت قاعد معايا النهارده في الدوره، ايه الفاليو ادد؟ ايه الادد فاليو، او ايه الفاليو اللي اضيفت ليك من خلال الكورس؟ وايه الفاليو اللي اضيفت ليا؟ انا طبعا بتضاف ليا فاليو كبيره جدا. والله يا جماعه انا عايز اقول لكم يعني اي دوره انا بديها بحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها، لاني بقابل متدربين محترمين و ثقافات مختلفة واندستريز مختلفة ومستويات مختلفة، بتعلم من كل واحد منكم يعني، فربنا يبارك فيك يا رب. فالفاليوز بتاعتنا قال لك والله احنا عندنا 6 فاليوز، وده طبعا يعني ده تصنيف بتاع الكي بي اي او معهد الكي بي اي، قال لك ان في 5 قيم او 5 معاني وخمس اضافات بيضيفهم لنا وجود الكي بي اي في المؤسسة او في الادارة او عند الفرد. أول حاجة بيضفي لنا الوضوح. يعني أنا النهاردة بشوف الدنيا كويس جدا. تاني حاجة بعرف أركز هشتغل فين. تالت حاجة بعمل امبروفمنت تحسين، من غير كي بي أيز مفيش تحسين. يا جماعة النهاردة لو أنا معرفتش أنا وحش في إيه أحسن إزاي. رقم 4 مشاركة، ودي فايدة كبيرة جدا 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 من الكي بي أيز أو
مؤشرات الاداء الرئيسيه، الاتصال والتواصل اللي ما بين الناس، اخر حاجه التعلم. نبدا مع اول واحده اللي هي الكلاريتي او الوضوح. مؤشرات الاداء الرئيسيه بتوضح التوجه العام للمؤسسه وبتوري صناع القرار هل انت حققت المستهدف من عدمه. طبعا بنستخدم التمثيل البياني عشان نقدر نقارن ما بين المحقق والمستهدف من جهه، ونقارن بين المحقق في الفتره الحاليه والمحقق في الفتره المناصره. يعني يا جماعه، انا النهارده لما بشتغل لازم يكون عندي حاجه بنسميها البنش مارك. يعني ايه البنش مارك؟ مين يقول يعني ايه البنش مارك؟ اتفضل ارفع ايده، اللي يرفع ايده. يعني ايه بنش مارك؟ خلي بالك انا بمرنكم على المصطلحات اللي هنقولها في المحاضرات الجايه كمان. باشمهندس محمود اتفضل يا فندم، عرفنا نفسك الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهندس محمود عبد السلام مع حضرتك، ويشرفني التواصل معاك. مدير مشروع ببلديه منطقه الظفره في ابو ظبي دوله الامارات العربيه المتحده. اهلا وسهلا يا باشمهندس، شرفنا. اهلا بحضرتك، شرفنا بحضرتك. اتفضل يا فندم. بالنسبه كان ايه السؤال بقى معلش؟ بنش مارك ايه معنى كلمه البنش مارك؟ البنش مارك حضرتك ان انا بقارن سواء داخلي او خارجي، سواء في المنفذ او في المخطط، على اساس اعرف افضل الممارسات وافضل الاداء للتحسين وللقياس وللتطوير في اللي انا بعمله كده. الله ينور عليك يا باشمهندس، برافو عليك. تمام، الله ينور عليك، شكرا لحضرتك. الله ينور. في زي ما الباشمهندس قال لنا، في حاجه اسمها انترنال بنش مارك واكسترنال بنش مارك. لو انت في اندستري معينه تبدا تبص على العالم بره في الاندستري دي، احسن الممارسات بيقول ان انا مثلا الكفاءه بتاعتي قد ايه، او كميه المواد المهدره قد ايه في المصنع، او نسبه التيرن اوفر ريت بتاعتي قد ايه، او السيفتي بتاعي وصلت لغايه فين، فبص بره. كمان ببص لنفسي جوه، انا السنه اللي فاتت حققت معدلات عاليه، فانا ببص كبنش مارك او كمرجع عشان اعمل كومباريزون ما بين اللي انا الاكسكيوت او التنفيذ بتاعي والبلان اللي انا مخطط. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض، نوضح نقطه معينه. ده تقرير لمحطات توليد كهرباء. بدانا نشوف والله ان عندنا في فعلي وفي مستهدف وفي مناظر. يعني ايه مناظر؟ مناظر يعني حاجة انترنال أنا عملتها السنة اللي فاتت في نفس الظروف، ودايما لما بنقارن في نفس الظروف، يعني الكوارتر الأولاني بنقارنه بالكوارتر الأولاني السنة اللي فاتت. طب جميل. محطات توليد لو أنا اتكلمت في 2020، ممكن واحد يقول لي يا باشمهندس أنت هل ظروف الكورونا أثرت؟ أقول لك لا. محطات توليد شغالة بالنظام الورادي. شيفتات موجودة، فالناس شغالة ومش هتلاقي يعني التأثير بتاعها ضعيف شوية أو قليل شوية. طيب لما نيجي نقارن مثلا ما بين أدي محطة دمياط أهي، المحقق أو الفعل بتاعها 510 جيجا وات ساعة. هنلاقي إن هما نيجي نقارنها بين المستهدف. الوقت محطة دمياط محققة المستهدف؟ أيوه محققة المستهدف. طيب محققة المناظر؟ إذا وضح لي ان محطة دمياط محققة المستهدف، سواء بمقارنتها بالمناظر او بمقارنتها بالظروف الفعلية اللي موجودة دلوقتي اللي انا كنت حطيتها معايا المستهدف. نيجي نشوف بقى محطة الشباب. محطة الشباب الفعل بتاعها 540، المستهدف بتاعها 550. مين يقول لي هل محطة الشباب حققت ولا لا؟ مهندس هاني فؤاد، خليه هي كده. هي المفروض اصلا كده ان هي المستهدف المناظر بتاعها 550، يعني في السنة اللي فاتت او الفترة اللي فاتت كانت كده حصل عجز عندها 10 في 10، فكده 10 جيجا وات. فغير كده كمان المستهدف بتاعها كان 560، يعني ده المتوقع بتاعها، لكن ما حققتهوش يبقى كده ما حققتش الهدف بتاعها. لا هي حققت اللي فات ولا هي حققت بتاع السنه المستهدف. تمام. طيب مين يقول لي العين السخنه اخبارها ايه؟
يرن كده مؤشر. السلام عليكم. هي العين محمد عمارة السعودية. هي العين السخنة عدد المستهدف وعدد البنش مارك بتاع السنة اللي فاتت بالنسبة لها. تمام بالظبط كده نحقق كل حاجة يعني زي الفل كده مش أي مشكلة بالظبط. طيب نشوف كده أبو سلطان مين يرفع يوم. محطة أبو سلطان عندها عجز تقريبا 30 جيجا وات في الساعة ما بين المستهدف المطلوب منها، وكذلك عجز عن المناظر تقريبا 20 جيجا وات في الساعة. طيب تمام. السؤال بس لحضراتكم، المقارنة هي الأولى، مقارنة المناظر أم مقارنة المستهدف؟ مين يجاوب؟ يعني أنا الأولى بي أقارن مع المستهدف ولا أقارن مع المناظر؟ المستهدف يا فندم طبعا. بالظبط كده المستهدف. اتفضل. المستهدف لان ديت كده الدراسه اللي هو الفوركاست بتاعك في الفتره اللي جايه دي، ده اللي ممكن يحصل، ده معدلات اكيد كل حاجه معمول لها دراسات ان انا كده كده لازم احقق الحاجه دي التارجت ده في الفتره دي، وكل الامكانيات محطوطه عشان المستهدف ده فلازم احققه، اذا ما حققتوش يبقى انا كده عندي عجز من المستهدف اصلا، ما ببصش على المناظر ده ابدا يعني. لا هو ينظر لكن بالدرجه الثانيه، يعني المناظر قد يكون هناك ظروف متغيره، قد يكون هناك تقادم في الوحدات، قد يكون هناك اي معلومات او اي تغييرات حصلت. لا انا خلت بالظبط ان انا مؤشر النجاح بتاعي بيبقى على حته ان انا المستهدف نفسه وليس المناظر. المناظر باخده كمرجعيه ليا بس كده كده عشان انجح او اعمل جروس للشركه بتاعتي ماشي، يبقى ببص دايما على المستهدف. بالظبط تمام. طيب ندخل على صالة ألعاب رياضية جيم. حد هنا بيلعب جيم؟ الراجل عنده مجموعة بيانات والإيرادات، يعني مين كده بقى يشرح لنا فرع الهرم أخباره إيه؟ اتفضل. هو كده فرع الهرم بالنسبه للبراند بعيد عن المناظر، وال او الفعلي بعيد عن المستهدف، يعني الفعلي سوري قريب من المستهدف لكن بعيد عن المناظر. الملفت للنظر هنا في ان دائما انا على ضوء المناظر بعمل البراند للسنه الجديده او للهدف الجديد. نعم اتفضل يا باشا. ما سمعتش حضرتك معلش تاني كده. بقول لحضرتك ان احنا دائما وابدا المناظر من خلاله بنقدر نعمل البلاند او اللي احنا المفروض هنشتغل عليه او المستهدف بمعنى اصح. هنا ان الفعلي حقق يعني قريب من المستهدف لكن بعيد عن المناظر، وده ما يزعجنيش لان انا بناء على البلاند انا خدت الاكشن. جميل تمام. طيب اتفضل. شكرا يا فندم. عايز سؤال لحضرتك، انتوا ملاحظين حاجه في الاربع فروع؟ لو سمحت يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. معلش انا اسف للمقاطعه بس. مين معايا يا فندم؟ معاك المهندس وليد يا فندم. اتفضل يا باشمهندس وليد. هو كلام الباشمهندس اللي كان بيتكلم قبليه على طول هو كلام مظبوط جدا في حاجه ثانيه. في مساله ان انا النهارده لما باجي اعمل الكي بي اي وابتدي ان انا ابص للكي بي اي بتاعت السنه الجديده دايما ما بقدرش اقل عن الكي بي اي اللي انا حققتها في السنه الماضيه، فدايما لازم الكي بي اي بتاعي لازم يكون اعلى من الكي بي اي الماضي. مش معقول ان انا اقل واقل بالنسبه دي كلها. فحتى معنى ذلك يا فندم. لا نقف يا باشمهندس، نقف قاعد. هل انت عايز يا باشمهندس النهارده في يوليو اغسطس سبتمبر لما كانت الدنيا واقفه بسبب الكورونا عايزني ازيد ازاي؟ صارت العاب رياضيه هتهدد ازاي؟ ما هو ده مستحيل بالفعل نظرا للظروف الراهنه اللي موجوده. ده بالزبط. متعلق بظروف معينه، انما حضرتك في الوضع الطبيعي لما بعمل استيميتد لسنه كامله فبعمل استيميتد على اللي انا حققته للسنه اللي فاتت كامله بظروفها،
وعلى ظروف السنه الجديده. انا ما بعرفش ظروف السنه الجديده غير لو كان عندي استيميتد للسنه الجديده ايه اللي هيتم. يعني انا النهارده حضرتك مع كامل الاحترام النهارده في المصنع مثلا لما باجي بعمل بقول السكراب ريشيو اللي موجود عندي السكراب ريشيو انا اتكلم في 2% وانا اتشيف السنه اللي فاتت نظرا بقى اتشيف 1.5%. ما ينفعش اجي اقول ان السنه الجديده انا السكراب بتاعي يبقى 5%. تمام. الباشمهندس بيكلمنا عن نقطه التطور، لازم يكون في تطور، في تحدي، في تشالنج بالنسبه لي، ما ينفعش انزل الطبيعي. ده اللي انا بتكلم فيه وايد الباشمهندس اللي كان بيتكلم قبليه على طول في الموضوع. ان فعلا لازم في جاب كبيره قوي ما بين المناظر وما بين المستهدف الجديد. بالظبط، هو هنا عشان ظروف الكورونا، بس حبيت اوضح ان انت مش على طول بتشتغل في 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 حاجه ستيبل، لا، الحياه بتجرك انك تشتغل في الطوارئ، والنهارده احنا بنشتغل في الطوارئ وبنشتغل في ظروف غير طبيعيه، واخد بال حضرتك؟ فان النهارده لما اجي ابقى فاتح صاله جيم وفجاه الاقي الارقام دي والاقي، لا، انا بقارن بالمستهدف، عمري ما هقعد اقارن بالمناظر. الاختلاف الرهيب اللي ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي في ظروف الاستهداف. ماشي، تمام كده؟ طيب، يبقى اول حاجه كده ظهر الوضوح بالنسبه لي ان انا اي مؤشر اداء بعرف اقارنه بالمستهدف وبعرف اقارنه بالفعل. طيب، النقطه الثانيه، يبقى اول حاجه هي الوضوح، انك بتشوف كل حاجه كويس. ثاني حاجه، بتقدر تقيس او تشوف مواطن الخلل. شركة توريدات كهربية كانت مؤشرات أدائها كالآتي: الأون تايم ديليفري بتاعتها 65%. عارفين يعني إيه يا جماعة؟ يعني لو هيودوا 100 أيتم في 65 أيتم بس وصلوا في الميعاد. لقوا إن نسبة كفاية المخزون 70%. طب نبص تاني، تسليم الموردين بقى، هم بياخدوا من موردين تانيين، نسبة التسليم بتاعتي 40%. انت هنا تعال نشوف مشكلتك فين، مين يحل لنا الكيس اللي قدامنا دي؟ وقلنا مين غلطان هنا او فين المشكلة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هنا في يعني مؤشرات بتظهر عندنا في الثلاث النقاط الموجودة انه في خلل هنا وفي خلل هنا وفي خلل هنا. جميل. في البداية انه انا منستلم يوميا يعني استلم تقريبا 40% من الموردين في الوقت. بالضبط، تمام. طيب، هم بيوردوا لي 40%، انا عايز اغطي 100%، يعني عندي نقص 60%. بالإضافة أيضاً المخزون اللي موجود عندي 70% وأنا عايز أوصل للناس 100% كمان، فعندي أيضاً مشكلة 30% لازم أن أنا أشتغل عليها. عندي أيضاً 65% تسليم، وعندي أيضاً تقريباً 35% مفيش تسليم في نفس الوقت. فإذاً لو بدأت أحل في تسليم الموردين في الوقت بشكل أساسي وحسنت نسبة المخزون لدي، هيكون عندي تسليم 100% في الموعد. جميل قوي. يبقى انا اكتشفت ان المشكلة عندي عند السبلايز. طب انا ممكن ده يجري لي حاجة تانية. هل كان المشكلة في إدارة التعاقدات؟ هل العقود بتاعتي كان فيها مشاكل؟ هل انا اديتهم الاوردر متأخر؟ كل ما بتظهر لك ارقام، كل ما انت بتعرف فين الخلل وفين المشكلة بالظبط. يعني انت لو اكتفيت بالرقم الاولاني تقول والله اون تايم ديليفري 65%، ممكن كنت تتهم الموزعين ان هم عندهم مشكله. يبقى اون تايم ديليفري 65% مفيش مشكله في التوزيع، بس لما تلاقي الانفنتوري اكيرسي 70%، يعني معناها البضاعه اللي عندي 70% من المطلوب. لا، المشكله مش في الموزعين، ده انا عندي نقص. طب مش بتوع المخازن؟ لا والله، المشكله عندي فين؟ السبلايز نفسهم او الناس اللي بيبعتوا لي عندهم مشكله 40%. طب مين اللي اختارهم؟ او نبدا نمسك المشكله ونفوكس عليها. فهنا تاني حاجه بتبينها لي من مؤشرات الاداء هي اني بعمل فوكس على مواطن الخلل. لو عندك مشروع معين، برضو مثال تاني على الفوكس،
هنكتشف ان حاجه اسمها السكيدجول فاريانس. يعني ايه سكيدجول فاريانس باختصار؟ سيبك من المعادلات دي، يعني مفروض تعمل قد ايه، او سوري يعني انت انجزت قد ايه من اللي موجود. يعني الارمت فاليو دي، يعني مثلا نفترض ان عايزه ان المفروض اكون خلصت دلوقتي 4 ادوار، يبقى ده بلاند فاليو، وخلصت دلوقتي 3 ادوار، يبقى ناقصني ايه؟ دور. طيب هنا بيقول لك السكيدول فارينس از بوزيتيف، يعني انا خلصت 5 وكان المفروض اخلص 4، اذا ما عنديش مشكله في الجدول. اما عند حضرتك مشكله في ايه؟ في الكوست. انت اوفر بادجت، يعني صارف على الجزء اللي كان المفروض يبقى ب 100,000 انت صارف عليه 140,000. طيب انت فوكس على ايه؟ هاو تو ريديوس ذا كوست، كوست ريدكشن. فمؤشرات الاداء بتوري لك تشتغل على انهي نقطه. يعني تمام يا جماعه؟ يبقى احنا عندنا اول حاجه كانت عندنا موجوده، اول مشكله هي او اول فاليو ادد بتاعتنا هو ان انا بعمل عمليه كلاريتي او وضوح. النقطه الثانيه هو اني بركز على المشكله فين. النقطه الثالثه هو الامبروفمنت، التحسين. التحسين دايما باصص للنقطه بتاعه وجود مستهدف مناسب. النقطه اللي اتكلم عليها الباشمهندس في جزء بتاع السكراب او ريشيو بتاع السكراب ريشيو، لازم المستهدف يكون فيه تحدي، في تشالنج، علشان اعمل عمليه التحسين. طيب تعالوا نشوف كده مستشفى خاص كان من ضمن مؤشراتها الرئيسيه. اول مؤشر هو البيشنت ساتسفاكشن، يعني يا جماعه درجه رضا بتوع المرضى. المرضى لما بيخشوا الغرف بتاعتنا بيعملوا استبيان، فايه درجه الرضا بتاعتهم. والويتنج تايم المفروض بينتظروا قد ايه عشان يدخلوا العياده او يدخلوا الدكتور. رجعنا التقرير الشهري فوجدنا ان درجه رضا المرضى 70%، في حين المستهدف كان كام؟ 80. مجرد رؤيتك ان الناس مفروض نوصل ل 80 يبقى انت لازم تبدا تشتغل وتعمل عمليه التحسين. طيب سؤال حضراتكم دلوقتي، لما الناس تكون مش راضيه ايه الحل الامثل؟ نشيل مدير المستشفى ومجموعه الدكاتره السيئين اللي وصلونا للحل ده، ولا ايه رايكم؟ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس محمد هاني زهران معاك. طب نعمل اول حاجه نعمل كويستشنير او نشوف ايه درجه ايه الحاجات اللي بترد اللي فيها عدم رضا من البيشنت او المرضى. مش بنرفض الناس احنا، لا احنا نشوف نعمل استبيان ونشوف ايه الحاجات اللي هي المرضى نفسهم يقولوا ايه الحاجات، درجات الوضوح يدينا درجات وضوح الحاجات اللي مش راضيين عنها، والحاجات اللي ممكن يكون شايفينها نعمل بيها التحسين، ان المريض ده اكيد زار مكان واثنين وثلاثه، فممكن يدينا رؤيته للاماكن الاخرى. يعني مفيش كبش في ده؟ ما نخشش نشيل كده ال لا ده اكبر خطا، اكبر خطا واكبر مثال لينا نيسان، المركبه تخسر ما مشاش الناس. دي نيسان، يعني دي مثال جيد ان انت ما تمشيش الناس، انت تحسن المكان. بالظبط كده. بصوا يا جماعه في الاخر علماء الاداره بيقولوا كلمه جميله قوي، بيقول لك 85% من المشكلات هي مشكلات اجراءات وليست افراد. لما تحسن وتعمل تحسين او امبروفمنت يبقى تبدا تغير الاجراءات مش الاشخاص. حتى 15% الاشخاص ممكن يكونوا محتاجين تريننج، تدريبات. فلذلك يبقى دايما احنا اول ما عرفنا درجه الرضا نبدا زي ما الباشمهندس كده هاني قال لنا، نبدا نشوف المشاكل فين ونبدا ناخد ايه الاجراءات اللي تحسن الموضوع بتاعنا وتعمل عمليه التحسين. تحسين، لما نيجي مثلا لمثال الاون تايم ديليفري باي سبلايز، يعني نسبه الاون تايم ديليفري، جميل قوي. هنبدا نبص عشان نحسن، نبدا نشوف ايه؟ نبص للريكويرمنت بتاعت السبلايز، هل في مشكله؟ يبقى ورا كل مؤشر اداء سيء
لابد من البحث. هل كان في ليد تايم يعني وقت المفروض كنا نطلب فيه الحاجه من بدري علشان الراجل يسلمنا في الميعاد ولا ايه الموضوع؟ يعني في بعض السبير بارت بتصل في بعض مشروعات الكونستراكشن الى سنتين، لازم تبدا اجراءات التعاقد بتاعها قبلها بسنتين علشان توصل لك في الميعاد. الريكوايرد ديت بتاع الباير او الاونر عايز الشغل ده امتى، كل دي معلومات لازم تراجعها بعد ما تبص على نسبه الاون تايم ديليفري او انت عايز تحسنها. الفيدباك من السبلاير، ادجستمنت بتاعت الاستابلشد ريكوايرد ديليفري ديت، يعني هو ليه حط الدليفري ديت دي او هل بناها على اساس ولا لا. كل دي يا جماعه هي ازاي بنعمل عمليه او مشروعات الاداء بتكون عندنا بتعمل عمليه ايه؟ التحسين. رابع حاجه او رابع نقطه عندنا هي المشاركه. الكي بي اي علشان نحط اصلا نسلكت المؤشر الاداء الرئيسي محتاجين نشرك العاملين في الموضوع. فهي مثلا مؤشرات خاصه ببرامج البيلدنج انفورميشن موديلنج، انا ما اعرفش حاجه. عملت ايه؟ رحت للباشمهندس عمر سليم، قلت له يا باشا هات لي كده اهم مؤشرات عندك. فراح جايب لي الاوفر اند سينكرونيزيشن تايم بالنسبه للجهاز، النافيجيشن اند ديتنج سبيد، طبعا بنتكلم على برامج الريفت وهي شغاله، انت محتاج تقيس جوده او مؤشرات الاداء بتاعت الاجهزه اللي شغاله، هل هو صوره انشاء العناصر بتاعتك قد ايه؟ ازاي وقت التجول او النافيجيشن بتاعك؟ بتعمل سينكرونيزيشن في زمن قد ايه؟ كل دي اختبار للاجهزه عمرك ما تقدر تعمله غير باشراك العاملين انفسهم. ان هم اللي عندهم سر الصنعه ويقدروا يعرفوا الاهداف بتاعتهم هيعرفوا يقيسوها ازاي. فرقم اربعه هو المشاركه. بعد ما نختار الكي بي اي ونشركهم لازم هم اللي هيتحاسبوا. بنشرك ما يسمى بالكي بي اي اونر. يعني ايه كي بي اي اونر؟ يعني يا جماعه اللي محاسب او مسؤول عن تحقيق الكي بي اي. مثلا مدير الصيانه الميكانيكيه طبيعي يكون هو المسؤول عن نسبه الاعطال. فلازم هيكون عندنا قدر من المشاركه في تحديد المستهدف نفسه. مدير تشغيل مسؤول عن حاجه اسمها الاتاحيه افيلابيلتي، الوحده دايما متاحه. في حاجه اسمها كي بي اي كاستوديو. يبقى يا جماعه عندنا كي بي اي اونر، من هو؟ هو الشخص اللي مسؤول عن البيزنس يونت. طب الكاستوديان اللي هم الناس اللي بتشتغل في ادارات التقارير او ما يسمى بمجمعين البيانات. عايز اروح لحته مهمه قوي. لو البيئه التنافسيه موجوده هيحصل تحفيز لفرق العمل وهيحصل تحقيق النتائج افضل. خامس حاجه او خامس فاليو بتضاف بواسطه الكي بي اي هو الاتصال او الكوميونيكيشن. الاتصال او الكوميونيكيشن ان كلنا فاهمين الارقام زي ما الاستاذ درار قال لنا كده كلمه جميله وانا اللي هي كلمه بحبها قوي، دعي الارقام تتكلم. عايزينك عارفين يا جماعه كتير قوي بيبقى قاعدين مثلا في اداره التقارير في الغرفه بتاعتنا واحنا قاعدين مثلا، فواحد يقول لك ايه؟ تصدق محطه شبرا الخيمه حققت معدل استهلاك وقود 222 مثلا، فتلاقي الناس استغربت جدا. ايه ايه ايه؟ طبعا ده المتخصص، بس انا مش بطالب ان اي حد يسمع الكلام ده ويندهش، لا لا لا. 222 جرام على كيلو ساعة. اصبح الرقم هو مفهوم مشترك. مش عايز اقول لكم ان في ارقام بنضحك عليها وفي ارقام بننزعج ليها وفي ارقام بتطمنا وتريحنا. فلذلك الكي بي اي عملت مفهوم مشترك. لو انت شغال في فندق والناس بتقول لك والله يا جماعه احنا نسبه الاشغال بتاعتنا او الاوكيبانسي ريت 50%، بس كلنا عارفين ان ايه؟ نص الفندق شغال نص الفندق مش شغال. فكل الفندق عارف ان الدنيا نايمه وعايز يزوده. لما نقول ان مثلا
ان متوسط العائد للغرفه 500 دولار. عرفنا ان احنا هننقص في البونص بتاعنا لان احنا المفروض نوصل ل 750 دولار. اذا الارقام والكي بي ايز ومؤشرات الاداء اصبحت او الادد لان حصل بيها اتصال ما بين الموظفين وبعض وبين صاحب العمل والموظفين. اخر حاجه في الجنه يعني تعلم. تعلمنا. فمثلا عدد شكاوي العملاء بتعرفنا ان احنا ادائنا سيء جدا وبتعرفنا ازاي نصلحه وبتعرفنا ايه المتطلبات اللي هم محتاجينها. تقرير عدم المطابقه او النون كونفورمنس ريبورت او الان سي ار بعرف اخطاء التنفيذ ايه وبتعلم من هذه الاخطاء. اذا الكي بي اي بيحصل بيها ست نقاط بيحصل بيهم فاليو ادد او ليهم اهميه كبيره. نقولهم بسرعه مع بعض. اول حاجه هو الوضوح، بيبقى واضح عندنا فين المشكله او واضح عندنا احنا محققين ولا لا. التركيز، بنوضح المشكله فين، بنعمل عمليه التحسين او الامبروفمنت. ثم بيبدا يحصل مشاركه بين اعضاء الفريق. ثم بعد كده بيحصل اتصال وتواصل ما بين الناس وبعضها. ثم تنتقل الى المعالجه. اتفضل. لو سمحت ممكن في الكلاريتي ممكن اضيف حاجه، يعني ممكن نضيف، احنا عايزين نضيف، احنا ممكن قاعدين هنا عشان نضيف. اتفضل. ممكن نسالك في الكلاريتي اللي هي بتاعت المدير بتاع تمام. شوف الكلاريتي في معايا فن الاول. معلش انا هاني زهران عايز اتفضل يا بيه. اذا في الكلاريتي السلايد اللي بعد ديت اللي هي بتاعت الصوره الجيم. تمام اتفضل. احنا هنا كنا الاولانيه كنا بنقارن محطات من المحطات الكهرباء، وهنا قارنا صالات العاب الجيم. فكان عندنا المناظر، احنا كنا يبقى احنا ممكن اللي احنا يعني رؤيتي من الرسم البياني ده ان احنا ممكن نحط دايمنشن ثالث موجود هنا قدامنا، نوعيه الحاجه اللي بنشتغل عليها. لان احنا مثلا اشتغلنا على صالات العاب الجيم دي، يبقى دي دايمنشن ضمن الدايمنشن. احنا شغالين في ايه؟ شغالين في حاجه مؤثره فيها هيومن بينجز مش آلة. دي لكن الاولانيه كان آلة، فالآلة ديت ما هي اللي لازم تديني الاداء بالافيكاسي بتاعتها والافيش ديت لازم تحقق لي الاداء معدل الاداء ده، لان دي آلة ليس لها مؤثرات خارجيه. لا 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 في واحد لا يا هندسه البشر موجودين والصيانه بتاثر والتشغيل بيأثر ماشي بس احنا يعني البشر موجودين وبيأثروا تاثير غير طبيعي في موجود بس يعني التاثير موجود. بس دي يا باشمهندس انت هنا حطينا البشر موجوده وكل حاجه بس انت لازم تشغلها عشان تشغل الدوله او تشغل المكان اللي حواليها. لكن صاله الالعاب ده الشخص ده دي انت الكاستمر بتاعك هو اللي بيجي اللي المستهدف بتاعك، هو مش هيخرج عشان عنده كورونا. لكن انت المستهدف بتاعك لازم تطلعه، لازم تطلعه. لا 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 في حرب او في بناديمك انت لازم تطلع كهرباء، لازم تطلع كهرباء، بس ما تروحش النادي. شور تمام تمام. لا طبعا طبعا الاختلاف موجود، الله ينور عليك. الاختلاف موجود، اختلاف جذري يعني. عشان كده احنا قارنا، عشان حتى يعني لما نيجي نتكلم على الكي بي اي بيختلف طبعا من اندستري لاندستري، بيختلف من فاكتور طبعا. فتنويه جميل من حضرتك، الله ينور عليك. انا اسف للتوضيح. لا زي الفل والله. ده اللي انا عايزه، احنا نفكر مع بعض في الشغل مش كلمات ونحفظها خلاص. انا عايز دايمنشن، نضيف دايمنشن نقول ان بتختلف اختلاف طبيعه النشاط او حاجه كده. تمام بالظبط. اكيد اتفضل. شكرا لحضرتك. اتفضل مين كمان يا معي عايز يضيف حاجه او 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 عنده سؤال او كده؟ في اثنين رافعين ايديهم. باشمهندس عم اتفضل. الكلام الاول كله كمان كلام حلو وجميل جدا باشمهندس، بس اضيف نقطتين علشان الكل يعرف. في الكي بي اي، الكي بي اي هي ليست اداه للعقاب او للمعرفة من مسبب المشكله. صحيح. الكي بي اي هي اداه للتطوير والتحسين وايضا معرفه مناطق الخلل فقط. صحيح. في ناس كثير بيستغلوا الكي بي اي علشان بس انه فلان وفلان هو الغلطان وهو الذي مش عارف يعمل حاجه. صحيح. الله ينور عليك. تمام. تاكيد للنقطه اللي انا قلتها قبل كده، ان انا 85% من المشكلات هي مشكلات اجراءات يجب اصلاحها وليس صحيح. البشر يمثل اكثر من 15%، وكمان ممكن يكون ال 15% دي اجراءات برضه، ان هو تريننج او تدريب او رفع روح معنويه او غيرها من الامور.
صحيح. كمان الكي بي اي أداة لمعرفة النجاح اللي وصلنا ليه وكيف نستطيع ان احنا نحافظ عليه. تمام بالضبط، ممتاز. استمرار في النجاح. وايضا اذا كان عندنا ايضا اذا كان في عندنا اي حاجه فيها نقاط سلبيه او حاجات نستطيع نتخذ من خلالها قرارات استراتيجيه تساعد المؤسسه او المنظمه للوصول للرؤيه والرساله بتاعتها. تمام يا فندم، تمام، الله ينور. هنتكلم عن نقطه الرساله المره الجايه ان شاء الله، اوسع ان شاء الله. الله ينور. حد عنده سؤال؟ اتفضل. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضل حضرتك كنت بسال، يعني هل في الكورس هنا هنقدر حضرتك تديني معادله احسب بيها المستهدف بتاعي يطلع كام؟ يعني زي التنبؤ، يعني في حاجه في الاحصاء ازاي ان انا امشي عامل التنبؤ باللي قدام، فهل الاهداف برضو بتمشي على نفس السيكونس اللي احنا خدناها في الاحصاء عشان امشي بالتنبؤ بتاعي، ولا في حاجه تانية احطها عشان الاهداف بتاعتي واقدر اقيس المؤشر بتاعي صح عليها؟ طيب خلينا نقول ان كلام حضرتك هيبقى في اكثر من اندستري والصناعات مختلفه والفاكتورز مختلفه، فهل هنمشي بطريقه خطيه ولا هنمشي بطريقه، طبعا الموضوع المستفاد ده ممكن يكون بطريقه خطيه لينير مثلا، ولا هيكون بطريقه فيها انسياب شويه اللي السلوك نفسه هندسه، السلوك نفسه بيتاثر بكل العوامل اللي موجوده. هو انا عندي مثلا في الاحصاء دي حاجات اشتغلنا بيها في الاحصاء، ممكن بدرس السنين اللي فاتت، 5 سنين فاتوا، وبقدر ان انا من خلالهم اعمل تنبؤ بالسنين اللي قدام. بس الطريقه دي طبعا ما بتبقاش دقيقه قوي، يعني في الوضع اللي احنا فيه او في الاوضاع العامه اي شغل فيه فعلا ما بتبقاش دقيقه قوي، ما بتدينيش نتائج كويسه. فهل في حاجه تانية اقدر ان انا اعمل بيها معادلات تديني نتائج قريبه للواقع، يعني او تديني واقعيه زي ما حضرتك بتقول كده، لازم يكون الهدف بتاعك واقعي وان انت تقدر تحققه. انا عايز اوصل للنسبه اللي اقدر احطها وتنفع تتحقق، يعني هل في طريقه معينه اقدر امشي عليها؟ لا ما هو ما فيش طريقه معينه، هو بس في جايد لاينز ان هو يقول لك دايما بص الاكسترنال بنش مارك، بص الانترنال بنش مارك، خليك دايما وسط ما بين الاثنين، وسط ما بين الطموح والتشالنج، وفي نفس الوقت انك تعرف تجيب حاجه واقعيه. ملهاش طريق، لا ما يعني ما عندناش، ما اشتغلناش فيها، في مش نشتغل في الحته دي، يعني صعبه شويه. تمام، شكرا. العفو. طيب اتفضل يا فندم، عشان بس ايه اتفضل باشمهندس محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سؤال بسيط باشمهندس محمد بس، هل الكي بي ايز لازم استخدمها في الاكتوال داتا اللي بتطلع لي في المشروع بتاعي، ولا هل ممكن استخدم الترند اناليسيز مثلا بحيث ان انا اعمل اكسبكتد للكي بي ايز في المستقبل؟ وهل لو اقدر استخدم الترند اناليسيز هل بتبقى مقارنة بالاكسبكتد اللي كان محطوط للبلان؟ بمعنى لو مثلا البلان بتاعي لينير او كيرف او هوريزونتال وات ايفر، هل الاناليسز هل الترند بتاعي او الاكسبكتد للكي بي ايز هيمشي بنفس الريتم بتاع البلان ولا بيختلف؟ طيب خلينا ناخد الفكره الاولى، هل هو لا هو يا فندم المستقبل او الترند ده لا يعني لا مش ده مؤشر الاداء بتاعي، ده بالنسبه لي بنعتبر فوركاستنج او تنبؤ بشيء قدام. مؤشر اداء، عارف يعني ايه اداء يا فندم؟ يعني تنفيذ يعني شيء اتنفذ، ما بتكلمش على فيوتشر. الفيوتشر ده بقى نوع من انواع دراسه جدوى، تعمل بزنس كيس للفتره الجايه، بتعمل فوركاستنج، انما مؤشر الاداء هو ادائي انا اثناء شغلي موجود. فالجزء الموجود بتاع الفيوتشر لا يدخل في نقطه مؤشر الاداء. مؤشر الاداء بيتكلم على الفعل بتاعي. طيب انا بعمل ايه؟ ببص للمستقبل، ما حدش قال لي ما ببصش للمستقبل، انا بصلح في اللي فات علشان كاني باخد بريفنتيف اكشن للفتره الجايه. كاني بحاول ان انا امشي لينير زي ما حضرتك بتقول. بحاول اطلع نفس الصعود اللي كان موجود. لكن كل دراستي هي في الحاضر وليس في المستقبل. المستقبل ده يعتبر فوركاستنج وما يدخلش داخل مؤشرات الاداء الرئيسي. تمام، شكرا جزيلا. العفو.
طيب عشان نكمل بس عن نخلص النقطة دي الجزء ده ونكمل الأسئلة المرة الجاية إن شاء الله. طيب مشاكل قياس الأداء. هنتكلم هنا عن مشاكل قياس الأداء وهتلاقي فيها بقى إيه، عارفين يا جماعة الحتة دي كلها إيه بتاعتنا بقى. الحلاوة بتاعتنا الجمال بتاعنا كله. فكل واحد فيكم هيكون شاف مشكلة من المشاكل. أول مشكلة النظر من زاوية واحدة. تاني مشكلة هو الحكم بالذاكرة الحديثة، يعني انت تلاقي بيفتكر اخر حاجة بس. اخطاء اجهزة القياس، خطأ بشري في تجميع البيانات، تعمد اخراج بيانات خاطئة، عدم وجود ثقافة قياس الاداء. نبدأ مع اول نقطة هي نظر لزاوية. جابوا مجموعة من العلمان، اكيد سمعت القصة دي كتير قوي، كل ما تقدم محاضرة في الادارة تلاقي بيجيب لك قصة الفيل. مش عارف اشمعنى الفيل يعني، ما كان يجيبوا حاجه ثانيه، المهم اخترت برضه ان انا اجيب لكم الفيل. مجموعه عميان او مجموعه يعني اعوذ بالله مش عميان، مكفوف البصر ربنا حرمهم من البصر. كل واحد فيهم قالوا له امسك او غموهم، سيبنا ان هم مش عميان ولا حاجه، هم غموهم، كل واحد قالوا له امسك جزء من الفيل. اول واحد مسك الديل وقال لك ده حبل. الثالث مسك الودان وقال لك مروحه، الرابع مسك الانياب بتاعته وقال لك رمح، والاخير مسك الزلومه وقال لك ده يعني افعى او تعبان، والست مسك الست دي مسكت الشجره او مسكت الرجل وقالت شجره. طيب ايه بقى النقطه يا جماعه؟ احيانا من مشاكل قياس الاداء ان دايما او بعض الناس بتبص من زاويه واحده. واحد مدير لاحد فروع مركز تدريبي بيفتخر انه الاقل انفاقا بين الفروع. بالله عليك وده حاجه حلوه؟ يعني ما كسب مدير يعني رئيس جامعه او كده، مين قال؟ يعني مين قال ان الفاكتور ده لوحده؟ اتفضل يا فندم دكتور. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. فقط أنا أريد التدخل فيما يخص السؤال اللي طرحته الآن. أولاً الدكتور بن عامر دكتوراه في إدارة الأعمال جامعة تبوك المملكة العربية السعودية. شرفت حضرتك يا فندم ونورتني. الله يخليك. الله يسلمك. فقط هو عندما في التدريب، عندما نوضع التدريب بعد عملية التدريب يقاس شيء يسموه العائد من استثمار في التدريب أو عائد التدريب. تمام. بالتالي إذا كان افتخر انه كان عنده فرع المركز التدريبي انه لم يفرق كثيرا، فما هو العائد الذي حققه؟ لكي نعرف هل حقق عائدا من خلال هذا المركز ام من هذا التدريب ام لا. اذا المحصله هي قياس العائد من التدريب. هذا شكرا دكتور. عارف دكتور ده مثال، على فكره المثال ده صحيح بس انا حورت فيه شويه، المثال ده حقيقي يعني، بس يعني حورت فيه شويه وبيفتكر ان هو يعني اقل انفاقا بين الفروع. فموجود الناس اللي بتبص لحته واحده يعني. طيب يا جماعه زي ما كده الباشمهندس دكتور كلمنا قال لنا ان انا لازم معدل العائد من التدريب، يعني هو ده النقطه اللي موجوده. انت طورت قد ايه؟ حتى الجزء الفاينانشال نفسه، الفلوس نفسها، يعني انت بتقول انك انفقت، طب جالك عائد قد ايه؟ يعني سيبنا منك كمركز وكايمج وتطورك والكلام ده كله، طب انت كسبت فلوس قد ايه قصاد اللي انت انفقته؟ ما انت ممكن تقليلك للنفقه قلل من المدرج، وعلى فكره ده طبيعي. انا قللت من النفقه يعني نقط معينه في موضوع التدريب ده، لما تروح مكان وتلاقي مثلا بيقدم لك وجبات والكلام ده كله، فانت مستريح، لو خدت دوره ممكن تاخد الثانيه والثالثه والرابعه. لو انا حد باخد في شركه مثلا ولقيت المكان منفق عليه كويس جدا وفي عماله كتيره او عماله نفسها راقيه ومتدربه وبتكلمني، فطبيعي جدا جدا ان انا هجيب واحد واثنين وثلاثه، هجيب دفعه واثنين وثلاثه من الشركه، وده هيأدي ليه تطور. يبقى النظر للزاويه واحده ده من عيوب او مشكلات. حد عنده مثال تاني غير المثال ده؟ اي نظر لزاوية واحدة كتير قوي. مثلا اتفضل يا استاذ.
في بعض المؤسسات او الشركات بتروح تاخذ المنظور المالي او المؤشرات الخاصه بالجوانب الماليه وتنسى تدريب الموظفين وتنسى رضا اصحاب المصلحه وتنسى اشياء كثيره يعني هذا من المنظور الواحد وتحسب انه نفسها اني ناجحه باني حققت ارباح ماليه كبيره جدا. فكرتني بأحد المهندسين بيقول لي اهم حاجه كان عند الشركه المستخلص يخلص. ايوه احنا المستخلص زي الفل يا باشا. صرف النظر بقى انت عدت شغلنا كم مره، كان عندك هل الناس راضيه عن شغلك ولا لا، سمعتك طيبه في المكان ولا لا، تمام. نظر للجزء المالي ده مهم قوي فعلا، وزي الفخ الفخ يعني الفخ اللي بيقع في ناس كتير ان هو بينظر فقط الى الجزء المالي. كمان في بعض الناس بينظر العكس. طب حد يرفع اتفضل. هو في اللاك اوف كوردينيشن يعني عدم التنسيق ما بين الناس، فبتلاقي اداره مثلا شايفه ان هي صح وهي اللي بتليد، واداره ثانيه مش يعني بتطغى على اداره يعني. يعني قصدك ان في اداره في الاكشن ناحيه حاجه هي مش هي الحاجه الصح يعني. جميل. او مثلا وليكن بتوع كوست ريدكشن عايزين يقللوا كوست قوي، وده بيضر مثلا وده بيضر الكواليتي بتاعت مظبوط الريسورس. صح صحيح صحيح. شكرا يا باشا. طيب ندخل بقى نقطه ثانيه، الحكم بالذاكره الحديثه. مدير بيجي يكتب تقريره السنوي، اكيد انت وريته الحاجات دي. هو المفروض تقرير السنوي بتاع 12 شهر يناير وفبراير لغايه ديسمبر. هو بقى يفتكر فين اللي حصل في ديسمبر؟ يعني انا لو اتخانقت مع علي يبقى الله يرحمه علي، انا علي ده كان حلو معايا في ديسمبر خلاص زي الفل. وده طبعا كتير قوي كمان، يعني ممكن يكون مثلا المصنع توقف عده مرات بس في الاونه الاخيره شغال كويس، فتلاقي صاحب المصنع فرحان. او العكس، المصنع كان شغال كويس جدا جه في اخر شهر قبل مناقشة التقرير وحصلت مشاكل، يتهم الناس بان هم فشله وانه عندهم مشاكل. ليه؟ لانه بيحكم من خلال الذاكره الحديثه معايا، ودي مشكله من مشكلات قياس الاداء. حد عنده مثال في النقطه دي؟ اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا باشمهندس. اتفضل. مين معايا؟ معك المهندس محمد فاول. يعني انا في عندي مثال، بس كنت بدي اسال كمان انه هل ممكن يكون في عندنا حكم بالذاكره القديمه، انه صار عندي شيء بالفتره الماضيه وعممته انا على كل الاشي اللي صار او على كل يعني مثلا صارت مشكله ببدايه السنه مش باخر السنه او مش باخر شهر وتعممت على كل السنه، انه هاي يعني صارت عندنا مشكله بالبدايه وتعممت على الكل. وارد، زي مثلا لما يكون عندك الانطباع الاول يدوم، يعني انت عندك مثلا المدير ده اول ما جه كان ادارته سيئه او عنده مشاكل، بدا يحسن من نفسه فلا يفضل سيء على طول، اللي هو بيسموه الانطباع الاول. وارد يكون الامر بالعكس. هل حضرتك عندك يعني انت عندك حادثه حصلت كده؟ احنا بنشتغل بالمنظمات التنمويه وبالمشاريع التنمويه، فلما يجي مثل ما حكيت تماما بالضبط، انه مثلا بيتعين عندنا ميسر او متطوع حديث بيكون عنده مشاكل كثير، بيداوم معنا مثلا سنه ببلش يطور بحاله وندرب وكذا، بس بضل صفه انه هو سيء من البدايه خلص، مهما يعني حاول يحسن من حاله رح تضل فكره انه هو سيء. ماضيه سيء، الماضي يلاحقه. تمام. طيب، نقطة ثالثة، أخطاء أجهزة القياس. تخيل كده وأنت ماشي بالعربية ومرة واحدة الحرارة عالية، هتعمل ايه؟ هتقف بقى هتيجي ترفع الكابوت تلاقي ايه؟ مفيش حاجة. وده اللي بيحصل كتير، انك انت تعتمد على اجهزة قياس بصفة عامة بقى، اجهزة القياس ايه؟ غير معايرة. اصل خلي بالك انت لو خدت اكشن هتصرف فلوس على الفاضي. فمن مشكلات قياس الاداء انك تعتمد على اجهزه غير معايره، لازم تاخد بالك ان احيانا بتخطئ اجهزه القياس.
فلازم تعاير دايما اجهزه القياس وتتاكد منها. احكي لكم على واقعه بسيطه قوي يعني قريبه من هذا الامر. بنت يعني كان عندي يعني بنت من بناتي عملنا تحليل طبي في احد المعامل ورحنا بيه للدكتور. الدكتور مسك التحليل كده وقال لي لو التحليل ده صح مفروض ادخل بنتك العمليه دلوقتي حالا بالنص كده يا جماعه، بس انا مش واثق في المكان ده، روح اعمل لي في مكانين تاني. هي الفكره. ممكن لو دكتور تاني كان عمل العمليه على طول، وكانت طبعا لما عملنا في معاملين تانيين كانت الدنيا الحمد لله كويسه ما كانتش في مشكله. نفس الفكره، انك قبل ما تشك في حاجات تانية تشك في اجهزه القياس بتاعتك، سواء كانت كهربيه او سواء كانت حراره او فلو او درجه حراره. لو انت في مكان كده محتاج الامر ده مهم. خطا بشري بقى، وما اكثر الاخطاء البشريه. خطا بشري في التجميع في زمن القراءه، لو انت مقرا بشري تجميع البيانات. بس خلي بالكم انا بتكلم عن ايه؟ عن خطا بشري، يعني شيء غير متعمد، ممكن يكون الخطأ البشري نتيجة عدم المهارة، عدم التدريب الجيد. فانت خلي بالك من مشكلات قياس الأداء وجود الخطأ البشري، فانتبه له كويس جدا. مشكلة كبيرة قوي بقى في قياس الأداء هو ان قياس الأداء يعني معناها ان انا هربط الأجر ب الايه؟ الاداء. طب جميل. طب انا فلوسك ايه اللي اعمل ايه؟ لا ابدا انكر بقى. ابدا اطلع بيانات غلط. واحد مسؤول بالكول سنتر يحاول يقلل متوسط زمن التعامل مع الشكوى. يكتب بيانات يتفقوا مع بعض. والراجل صاحب الكول سنتر بقى مالوش دعوه، ما يعرفش. فتعمد اخراج بيانات خاطئه. دي كانت بتحصل معانا في محطات الكهرباء. ان المحطه تكون خارجه محطه توليد الكهرباء يا جماعه، خروجها التحكم القومي بيشوفه اللي هو المركز الرئيسي. فالمركز الرئيسي يبلغنا احنا كاداره التقارير، فيكلم المحطه الراجل ينكر احنا ما خرجناش. يا عم يا باشا انت بتسجل عليك خروج، بتنكر ليه؟ بتجيب بيانات خاطئه ليه؟ اصل احنا هنقل في الفلوس بتاعتنا اللي المفروض الى اخره. فهنا مشكله من مشكلات قياسات الاداء هو ان احيانا المدير او المسؤول اللي بنسميه كي بي اي اونر او الناس المسؤولين عن البيزنس يونت او عن الوحده هيتعمدوا اخراج بيانات خاطئه او هيتعمدوا يزوروا في البيانات او يخروا في البيانات او وات ايفر يعملوا ايه، علشان ده مش من مصلحتهم يكون بيانات او الكي بي اي مش محقق التارجت الى اخره. حد عنده في النقطتين دول او النقاط اللي فوق دي حد عنده مثال او امثله او تعليق؟ اتفضل. السلام عليكم. هو مش مثال على اكتر منه اللي هو النقطه رقم 3 و4 اللي هي في بعض الاوقات الواحد لازم يعرض النتائج اللي طالعه ياخدها بشكل لوجيكال شويه. يعني انت ممكن زي حضرتك يعني مثلا ممكن تلاقي بيان طلع لك بشكل يعني انت بتتكلم درجه حراره مثلا وليكن بتقيس درجه حراره لها مثلا وليكن 70 هي دي قرايه الجهاز قاري بس بالمنطق اتس نوت يعني نوت ابليكابل. نفس الكلام برضو بالنسبه للخطا المهني. يعني احد الزملاء كان بيحصر تقريبا كميه حديد في مثلا في عمود خرسانه طلعت طن، فدي مستحيله بالعين هتلقطها مجرد ما حد يبص عليها. فانا قصدي ان فكره ان تعرض النتائج اللي طالعه على عقلك قبل ما تسخرها في القراءه، ده مقصودي يعني. الله ينور عليك، الله ينور عليك. فكره جميله جدا، حته ان اي خطا انت لازم تراجعه، يكون في اكتر من مراجع ويراجع بالعقل اكتر ما يكون، لازم النتائج تكون لوجيك اكتر. تمام تمام. حد عنده تعليق تاني؟ انا عندي تعليق. اتفضل. حصلت عندي في مشكله في الشركه، كان عندنا في المؤشرات الماليه كنا نقيسها بالنسبة، يعني نسبة مئوية. فكان كل ما نطلع النسبة تطلع لنا بالنسبة السالب، رغم أنهم ناجحين يعني مطلعين أرقام كبيرة في الجوانب المالية كأرقام.
فعدلنا المؤشرات وقمت بتعديل المؤشرات القياس الخاص فيها من نسبة إلى قيمة مالية، يعني قيمة رقمية. تمام. عدلت وعلى طول كانت النتيجة صحيحة. فأوقات ممكن تكون المعادلة المحطوطة للمؤشر هي المشكلة وليس المؤشر بنفسه. تمام. الله ينور عليك. في نقطة كمان ثانية بالنسبة للبيانات، أيضا كذلك كانت في بيانات توصل لعندي بشكل خاطئ، يعني بشكل مش طبيعي، فاضطريت أن أنا أخذ البيانات من 3 إلى 4 مصادر. صحيح صح، النقطة دي مهمة يا جماعة، مهمة جدا 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 فعلا. الأخطاء اللي بتيجي أحيانا أخطاء غير 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 مقصودة، يعني أخطاء غير مقصودة، مكان أقل دقة، واخدين البيان مستعجلين عليه. لا، ففعلا انت لما بتجمع البيان من اكتر من جهة بتعرف تراجع وتوصل في الاخر للنتيجة الصحيحة. الله ينور عليك. السلام عليكم. اشغل فضل. مشاكل اجهزة القياس. تمام. مشاكل اجهزة القياس انا واحد من الناس عانيت منها شخصيا في مستشفى كلفتني حياة والدتي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب العالمين. ان هي كان عندها جلطه والاشعه اللي اتعملت اثار هذه الجلطه ولم تبينها على المخ، قالوا ان هي الدنيا كويسه بعد ما قعدت يوم في العنايه وفي الاخر خرجت من المستشفى. اسد غلط، يعني اسد ان الموضوع موجب وهو في مشكله. طبعا في مشكله. بعد بقى ما ربنا سبحانه وتعالى اراد الاشعه دكتور شافها وعمل لها، قال لك لا ده مركز، ده الاشعه اللي موجوده او المركز اللي عمل الاشعه دوت عنده مشكله في الجهاز الاسكان الخاص بيه، واتعملت اشعه اتاخدت من السي دي وظهر ان فعلا في مشكله في جهاز الاشعه الخاص بيه المستشفى. اجهزه القياس ممكن تبين ان في تبين لنا ان في مشكله كبيره ممكن بتحصل وممكن تسبب لنا كارثه كبيره. احنا انا بقول لحضرتك حاجه عانيت منها شخصيا، يعني سبحان الله ربنا يرحمه ويرحمه ويسعده باشمهندس، يرحم الجميع يا رب. بس هي مشكله في موضوع اجهزه القياس. الله، موقف مهم. هو شوف سبحان الله، الامور دي لازم تاخد بالك من اي حاجه بتقيسها انت بتقيس صح ولا غلط. لا لا، مهم جدا فعلا. تمام تمام. طيب طب هناخد بس اخر حاجه بقى عشان ننهي، احنا طولنا عليكم النهارده، كان معركه دخول الغرفه كانت صعبه شويه بقى. اخر حاجه عدم وجود ثقافه قياس الاداء. يعني في مكان يا جماعه مشكله كبيره ان يكون الناس ما عندهاش ثقافه قياس الاداء اصلا في المؤسسه. طبعا جايب لكم ناس بتلعب، وناس بتلعب دي موجوده في بعض المؤسسات. انا يعني انا بحكم تعاملي مثلا مع مراكز تدريب فترة كبيرة، انا بدرب من سنة 2012، ففي كده بعض المراكز التدريب بيسموها ايه؟ الكلاب. بسميها كلاب، نادي، يعني تحس ان هم رايحين نادي مع بعض كده ومفيش مشكلة، مفيش تحدي عندهم. المحاضر يجي ما تقعد في الغرفة دي ولا في الغرفة دي مش مشكلة، طب اجي الاقي فيه ايه اللي بيحصل؟ مفيش ثقافة، مفيش قياس اداء، مفيش تأخير لمحاضرة اخرى بعدها ليه؟ مفيش ان انا اراجع نفسي ليه؟ مفيش وجود ثقافة، ده اصلا مشكله كبيره جدا جدا. لا اقصد بعدم وجود الثقافه ان مفيش مؤشرات، لا لا لا، عدم وجود علاقه بين مؤشرات الاداء والاجور. واتكلمنا عن الحوافز المميزه او الجهود الخارقه وغيرها من الامور، ان اللي ما فيش اي اصلا علاقه ما بين الاثنين، ولتوصيف اصلا الاجور المميزه او يعني مش موجود تقريبا. فاول حاجه تعرف ان هنا ما فيش مؤشر. رقم 2 بقى، عدم دعم مؤشرات الاداء للقرار. بصوا يا جماعه، لو الارقام دي مجرد ارقام نجتمع ونناقش ونتخانق وفي الاخر بس خلاص اخرنا نرفض الراجل مش عارف نعمل ايه، يجتمع ونناقش وخلصت. الكي بي اي هو الداعم الاول لمؤشر للقرار. يعني زي كده ما انت ماشي ولقيت نفسك ماشي بالعربيه، وقت العربيه على 160 وانت مش واخد بالك، هتعمل ايه؟ هتدوس فرامل، هتهدي، ومش هينفع تفضل كده. فجأة لقيت الحرارة عالية،
بتاعت العربيه هتوقف. هو ده الكلام. مؤشرات الاداء الاساس لصنع القرارات والتعديل والتغيير والتحسين زي ما اتكلمنا قبل كده. لما تروح مكان تلاقي ان الناس بتناقش او حتى بتاخد الورق تتفرج عليه وتنتهي، اعرف ان المكان ده ملوش علاقه بمؤشرات الاداء. عدم معرفه الموظفين بمؤشرات الاداء. في يا جماعه كتير قوي من التنفيذيين ما بيعرفوش معنى المؤشر. ازاي؟ الناس اللي بتشتغل في الفيلد بقى واللي هم السايت انجينيرز بعضهم يعني، واللي شغالين في الاوبريشن في المحطات والمصانع، يعني من كتر التعب بتاعه مستقل قوي بموضوع الورق والحسابات والحاجات دي. وفي بعضهم يعني ايه يا عم انت بتعمله ده يا عم، انتوا قاعدين في التكييف يا عم، انتوا طب ماشي انا مش دعوه يعني مالكش عبيه، خليك في الايه في الرقم. فبعضهم واحد مشغل مكانه او مشغل معده وهو مش عارف هو هدفه ايه من المعده دي ولا مؤشر اداؤه ايه. فاكر في محطه من المحطات كان مهندس ورديه يعني راجل متميز جدا في التشغيل، وكتب في كفاءه الوحده 75%. طبعا يا جماعه ما فيش محطه بخاريه في الدنيا توصل ل 75%، كانت كفاءه المحطه 38 40 بالكثير قوي، دي ارقام بتاعتنا الحته دي. فكون مهندس ورديه خبره كبيره قوي قوي يكتب الرقم الكبير ده معناه انه حتى مش عارف المؤشر نفسه بتاع ايه. مره ثانيه واحد حط الاستهلاك الذاتي او استهلاك الكهرباء اللي موجود في المحطه نسبه مئويه حطها رقم كبير جدا. كون الناس او من الحاجات المشكله ان الناس مش عارفه ايه مؤشر الاداء ده وايه الهدف منه وبيعمل ايه. يعني هتلاقي كتير او مثلا التنفيذيين مهندسين مدني مديرين مصانع او مديرين صيانه في مصانع مش عارف ان في مؤشر اداء مثلا بتاع الاستمراريه مثلا ان انا افضل مستمر بالمصنع بالزمن بتاعي. اما مش دعوه انا بشغل خالص. فدي الثقافات. حد كده يكلمني عن الثلاث نقط دول لو حد عنده تعليق. السلام عليكم باشمهندس. اتفضل يا فندم، مين معايا؟ دكتور ابراهيم عزيز. اهلا وسهلا. الله يبارك سعادتك. اولا يعني لنا شرف كبير يعني نحضر سعادتك يعني، بس نسمع عنك كثير لكن ما استطعتش ان انا احضر ليك يعني، بس نسمع عنك كل خير يعني من الناس كلها. شرفنا. شرفت حضرتك. الله يبارك سعادتك. اسلم اسلم. الله يبارك فيك. هو حضرتك العنوان نفسه اللي انت كاتبه على الشاشه دلوقتي هو يعتبر اجابه على السؤال بتاع سعادتك. الناس يعني يعتبر الاجابه على السؤال، واخد بال سعادتك؟ اللي عدم الثقافه نفسها، عدم وجودها وعدم تميز المهن بينها وبين بعضها، وانا قاعد ليه؟ بعمل ايه؟ وعشان ايه؟ ازاي بعمله؟ ايوه واخد بال سعادتك؟ فالموظف اللي هو حاطط لنفسه تارجت معين وماشي على بلان وماشي على ميشنز موجوده وعاوز يبقى ايه بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه وهكذا الا طول حياته، شهدانه موظف عند ناس شهدانه موظف في شركه لما يبقى فتره انتقاليه مرحله معينه عشان يبقى صاحب بزنس وصاحب مكانه معينه هو يبتدي يوصل لها. الانسان اللي بيبقى عارف معنى الكي بي اي نفسه هو اللي بيقدر وبينجح في المجال ده. صحيح صح تمام. الله ينور الله ينور يا فندم. يعني النهارده لو انت مثلا في كول سنتر وانت الراجل اللي ماسك الناس اللي موجوده عندك كلها، لو انت مش عارف الاهداف هتدير الناس ازاي؟ لو مش عارف الموظف بس رايح جاي كل يوم ما بتعملش حاجه دي. هو رايح بقى يزعق لده وهو هي دي الاداره اللي عنده مثلا ان هو بيزعق ماشي في عندك معدلات وانت وجدت مثلا التعامل مع العميل زمنه زاد شويه ومفروض الزمن بتاعه يقل. فانت لازم تكون بتشرب بتقرا الايه المؤشرات دي علشان دايما تكون قراراتك بناء عليها مش بناء على الهوى بقى والحب وال انا في كلمتين انا بحب يعني دايما ويعني شخصيا انا احبهم يعني وبمشي بيهم في مجال شغلي. انا كدكتور استشاري في مجال الكهرباء ومجال المشاريع الاستراتيجيه هنا في الرياض. اهلا سعادتك. الله يبارك سعادتك. يعني انت كراجل كل الحضور ما شاء الله عليهم ربنا يزيدهم ويبارك فيهم سواء كلهم مهندسين او من مهن ثانيه واتفر كل انسان ربنا كرمه وفضله على الاخر ومكانه. اللي انا اقصده اوصله للحضور وسعادتك انك لازم تكون مميز ومتميز. اكيد اكيد اكيد. ده هيجي ازاي؟ هيجي بالكلام بتاعك.
معايا؟ يعني الكلام اللي سعادتك بتقوله وان انت تعمل ايه وامتى بتعمله وعاوز توفر تايم انت شغال عليه رايح كل يوم تعمل حاجة معينة سكوب معين، مش راح ترغي مع صاحبك ولا تتكلم مع مين في التليفون ولا تتكلم صحابك ولا البيت، كل واحد له وقته الشغل له وقته. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن، الاتقان هو المجال في الموضوع. فانت اذا اتقنت في الوقت اللي انت بتشتغله هتتقن وتطلع نتائج مبهره جدا في وقت انت ما انتش هتستغله لانك بتركز بالظبط، لانك حاطط خطه ان انت خلال ساعتين هتخلص الديزاين دوت، هتخلص التقرير دوت، هتخلص الانترفيو ديت، هتخلص وات ايفر ايه اللي تفيدك حتى لو بتعمل تحليل معين واخد بال ساعتك. تمام. انا برضو يعني شاكر لافضالك وطبعا علم سعادتك اكبر مننا بكتير. الله يبارك في سعادتك. فالفكره ان انت لازم تكون على قدر من المسؤوليه وتتحملها وتعرف التبعات بتاعتك. تمام، الله ينور عليك. بس تمام، يبقى النهارده احنا اتكلمنا بسرعه كده، هنلف كده على اللي احنا اتكلمنا في ايه عشان نشوف الناس منظمين للدوره هيتكلموا معانا في ايه بعد. اتكلمنا النهارده عن اول حاجه المجالات المختلفه اللي ممكن يشتغل فيها الكي بي اي. بعدها اتكلمنا عن يعني ايه تعريف مؤشر الاداء الرئيسي، وقلنا ان هو له ثلاث صور، نسبه مئويه او عدد او نقود. قلنا ان هو لازم الهدف اللي انا بقيسه يكون سمارت، يعني سبيسيفيك، محدد، مقاس، محقق، واقعي، مؤقت. وضربنا امثله وكل والناس حلت الايه الست تمارين اللي موجودين وعرفنا منهم ايه هو اللي بيحقق ان هو هدف ذكي وايه اللي هو كان بيفتقد معيار او معيارين من معايير الاهداف الذكيه. ايه الفاليوز ادد؟ احنا قلنا الوضوح والتركيز والتحسين والمشاركه والاتصال والتعلم، يعني فوائد كتيره قوي قوي احنا بنجنيها من وجود مؤشرات الاداء الرئيسيه. اخر نقطه اتكلمنا فيها ايه هي مشاكل قياس الاداء اللي نظر من زاويه واحده، الحكم بالذاكره الحديثه، اخطاء اجهزه القياس، الخطا البشري، تعمد اخراق بيانات خاطئه، واخر حاجه عدم وجود ثقافه قياس الاداء. واتكلمنا امتى تقول ان المكان ده ما فيهوش ثقافه قياس اداء؟ لما تلاقي ان الاجور ما لهاش علاقه بالاداء بتاعك، ان قياسات الاداء ما بتطلعش قرارات. ثالث حاجه ان الموظفين اصلا ما عندهمش معرفه بمؤشرات الاداء. عايز اقول لحضرتك لو في مكان مجرد بس ما عرف ان عليه رقيب وان بيحصل فيه مؤشرات اداء وبتتاخد عن الموظفين وعن الاداره وعن مجموعه العمل، اكيد اكيد بيحصل تحسن. ودي دراسات حصلت في اكتر من مكان اكدت ان بمجرد بس ما يعرف الموظف ان في قياسات اداء موجوده بيحصل تحسن. وطبعا لو حصل قرارات من الاداره بعدها يبقى التحسن كبير جدا. بشكركم جدا وانا سعيد قوي 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 بمشاركتكم معانا النهارده، وارجو ان احنا نكون استفدنا من محاضره النهارده. هي المحاضره كانت بسيطه على قد القدر الامكان، لكن استفادتنا الكبيره هي التطبيقات والكلام اللي الناس بتقوله. انا زي ما قلت كان من اهدافي ومنهجيتي اللي قلتها الناس او تفاعل المتدربين هو الهدف الرئيسي. الناس اللي هتسمعني من بره الزوم متاسف ليكم جدا انكم ما دخلتوش معانا وشرفتونا، ويعني غصبا عننا والله ده نظام الغرفه. هسه هنحاول نشوف اي بديل مع بم عربيا ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيك. باشمهندس انا شاكر لسعادتك وجزاكم الله خير وزادكم الله فضلا وعلما وكرما منكم. فكنت حابب لو كنت انت سعادتك اشرتك لبعض الريفرنس هتنشرها او تبعتها بعض الريفرنس ممكن الاطلاع عليها والاستزاده منها. ايه يا فندم؟ بعد الريفرنس بوكس اللي ممكن واحد يطلع عليها ويستزيد منها بعد اذنك. تمام يا فندم، تمام يا فندم. يعني لو في ويب سايت، في كتب، في اي ريفرنس جايد كنت شاكر لك. اكيد اكيد يا فندم. طيب المحاضره مسجله ان شاء الله وهتبقى موجوده، هي موجوده بس مباشر على صفحه بيم ارابيا، وهتبقى موجوده على اليوتيوب بيم ارابيا، وعندي على قناه اليوتيوب بتاعتي اللي هي محمد اسمك، محمد اسمك في قناه اليوتيوب بتاعتي، واسعد بيكم جدا. البيانات موجوده في الجروب. ممكن تكتب حضرتك يعني اذا كان لك اليوتيوب على الشات هنا او اي كونتاكت موجوده بالنسبه للفيس او كده تكتبها برضو على الشات الناس الحضور يعرفوا. دي يا فندم قناه اليوتيوب، قناه اليوتيوب. معلش سوري.
قناه اليوتيوب شايرها بس على الـ على الـ على الشات هنا للناس بس. ماشي. يعني هو بص حضرتك تبحث عن اسم محمد اكيد معروف يا فندم يعني. لا لا عادي. لا لا موجود ما شاء الله. تمام. عادي ما ان شاء الله موجوده. والفيسبوك بقى هو الفيسبوك هيبقى اعتقد معظمكم جاي على الفيسبوك بس هنكتبها برضو بالعربي. هو حساب العربي محمد اسمه عبد الرازق. لينكدين برضو محمد اسمه نفس اسم اليوتيوب بالظبط. انا بشكركم جدا وفرحان بيك والله وربنا يعين ان شاء الله كل محاضره جايه افضل وامتع وما يحصلش مشاكل اللي حصلت لنا في المحاضره ان شاء الله. الف شكرا يا باشمهندس. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شكرا والناس اللي بتقول المحاضره كويسه ربنا يبارك فيكم يا رب. ده من ذوقكم بس. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك.